ايش يقول هو؟ يقول اكثر من 24 ساعه جوال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلي على سيدنا محمد وسلم. اخلص بسرعه اللي بعده. ورانا اشياء كثير والواحد يضحك. وهذا قدم له. لا هذا الله يسعدك ياخذ الناحيه الثانيه. هذا الاكستريم. لا هذا. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله وصلنا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شوف كيف شوفوها في الليل. طيب. لا وبعدين في خامة صوتية إنه مذيع تلفزيوني. يا يعني رجل. كذا يأخذوا في رأيهم. أنا اليوم حاسكت. أنتم ما شاء الله تبارك الله. أنتم تقولوا. أنت قاعد في نص ورطان. أي والله ورطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. الله يرحم. والله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين كمان. عظم الله أجركم أبو أحمد. وأجركم يا سيدي إن شاء الله. والله كان أهم وأكبر داعم لي الله يرحمه. كان دائما يناقشني في الحلقات ويقعد يتفرج عليها. وكان دائما إيش الله يرحمه أحسن إليه. الله يرحمه ويصبركم. إحنا هنا ثلاثة أيتام. فأنا بس بدي أبدأ في شغلة. تفضل. إذا ما عندك مانع. تفضل حبيبي. أنا عامل كذا شغلة بسيطة لأحبابي وإخواني. شايف حتى بالأردن. فهذا بئر باسم والدك. وهذا باسم والدك. جزاك الله. وهذا بئر باسم والدي. الله يرحمه. أحببت لكم هذا الشيء صدقة جارية إن شاء الله. بإذن الله. ربنا يتقبل. بيض الله. أنا الحين عرفت ليش دق علي يسألني عن الاسم الكامل. أيوه. وما ناقشته لأني أعرف إنه حبيبنا وما يجي من حبيبنا إلا كل شيء طيب. الله يشكر. جزاك الله. الله يكتب أجره ويرحم والدينا ووالديك. أحلى جائزة أحلى هدية. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل. مع بداية السنة هذه الميلادية الجديدة. يا رب. جزاك الله ألف وإياك وكل من سعى فيها إن شاء الله. اللهم آمين. جماعة الخير إحنا اليوم تعرفوا الثلاثة فينا الله يسعدهم يعني وإذا سمحتوا لي يمكن أتكلم عن الشباب. كل واحد فينا لسانه طويل شوية وعندنا مشكلة في موضوع الصراحة. في عندنا يعني شوية السكين حادة شوية في موضوع الصراحة. فالرجل الطيب ده أخويا. الرجل الطيب ده أخويا. وحتركم يعرف عن نفسه. وكان الهدف من أول يعني أحيانا كده نتناقش مع ناس يجي شباب حسن أدعمني من عيوني أساعدك هذا. بس الله يسعدك بعض المناطق بعض الشركات يستحسن ما يعرف إن أنا بدعمك. ليش؟ ده لو عرف إن أنا بساعدك حيقلبوا عليك. فعشان كده عشان تنجح في حياتك في بعض الأمور خليك بعيد عني. بعض الأمور أنا أساعدك فيها. فلما حبينا نعمل اجتماع ناري شوية صريح وخلينا نسميه اجتماع صريح زيادة عن العادة أو زيادة عن اللزوم. فما لقيت غير أحلى وأجمل من أخوان الاثنين. كل واحد عرف عن نفسه. الله يتكلم. فأنا هتكلم من جزئية وحضركم هتكلم من جزئية. فهتلاقوا اليوم يمكن كروس فاير يعني نيران من جميع الاتجاهات. أحمد الحربي. بالضبط. أنا عبد الحق أسامي من سوريا. والدي سوري ووالدتي أمريكية. والدي توفي. الله يرحمه. الله على أمواتنا وأمواتكم. أمواتنا المسلمين أجمعين. جيت السعودية في الـ 82 صار لي 40 سنة ونيف. زوجتي من المدينة ما شاء الله السعودية. من 10 قوم من 40 يوم صار منهم أو صاروا في 40 يوم ما ملك 40 سنة. يا خربنا يا خربناكم. لا الحمد لله خربناك. درست ميكانيك سيارات في أمريكا إن شاء الله. ورجعنا بدأنا كنت أو بالأحرى رجعت لعملي اللي كنت يعني في بداية مع العالمية لصناعة السيارات وما زلت معهم الآن 35 سنة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الله يديك الصحة والعافية رب. آمين يا رب. أبو حميد قاعد في الجنوب والجو حلو ومطر وضباب. ترى يمكن أرد عليكم بقصيدة. عم يقول اللي تبغى. أصبر علي شوية بس وبشع. المايك عندك حلو قول اللي تبغى. عموما نعرف عن نفسنا للشباب اللي ما بيعرفونا. أنا أحمد الحربي طبعا متزوج وعندي فيصل وبشاير. ما هو النايم الله يحفظكم يا رب. بدأت حياتي. لاحظ إنه دخل متزوج. أنا وأنت متشردين وخايفين الزلاجة. هو أنا متزوج فأنا راضي بقضاء الله وقدره. لا هو التعريف هو التعريف بطريقة يعني مختلفة. خذ راحتك عبد. في خاتم في يدك؟ ها؟ في خاتم في يدك. الوحيد اللي مدبس. أنا أخاف أشيله. ما ننكشف. عمري تقريبا 18. انولدت بعد ما جاء الرجال هذا السعودية بخمس سنوات. دودة ما نحطه تاريخ بعد ما دخل عبد الحق السعودية. بعد ما جاء عبد الحق السعودية. بعد عام الفيل. بالضبط. درست للثانوية العامة وللأسف توقفت واشتغلت في وظيفة حكومية. بعدين رجع لي عقلي مرة ثانية ورجعت كملت دراستي الجامعية الحمد لله. هذا بعد الزواج ولا قبل الزواج رجع؟ لا بعد الزواج. الحمد لله ربنا صلّى عليك اللي عقلك. بعد الزواج ونصيحة شوف بعد الزواج ترى أنا تحديت المدام يعني شوف وهذه شغلة من الأشياء الجميلة.
احنا تزوجنا وانا مخلص ثانوي وهي مخلصه مرحله ابتدائيه. بالمناسبه هي خلصت الجامعه ما شاء الله بمعدل 4.9 ما شاء الله تبارك الله. مو نهايه انك تدرس او تسوي حاجه انك تتزوج، بالعكس هي بدايه حياه جديده. فبس النصيحه اللي بقدمها لا تتحدى احد. انا تحديت المدام ترى يوم دخلت الجامعه، طبعا متوسط والثانوي هذه تشوفي لو تجيبي ممتاز كانت على بدايات، كانت المرة لك عندي مرسيدس وقعت فصيح مرتبة الشرف والأولى ما جبت المرسيدس لا أعطيتها المرسيدس القديمة حقتي لما أنا سافر. ف درست يعني بعد ما تزوجت والحمد لله خلصت الجامعة في تخصص نظم معلومات. كيف دخلنا السيارات هي قصة طويلة يمكن أثناء الحديث. وقت ما تعرفت عليك يمكن أيامها شوف خليني هنا اشكر يعني حبايبنا ابو احمد لا ومعتصم للامانه دعموني كثير. والله اشكر ربنا في بدايات على الفرصه اللي تعرفت فيها عليكم. الله يعطيك. هي في بدايه السوشيال ميديا للامانه يعني دعموني كثير الشباب، لكن فعليا انا يقولوا لي ولا انا ما اتذكر لما كنت صغير مسوي لهم ازعاج صياح في البيت، اذا طلعوني فره في السياره طلعني الوالد رحمه الله اكيف وارجع البيت اوكي. فيمكن هذه بدايه عشق السيارات. ثالث رابع ابتدائي انتقلت إلى مدرسة وتعرفت فيها على صديق لا زلت على تواصل معه إلى الآن بيحب يرسم سيارات. أنا كنت أحب السيارات بس ما أعرف أرسم سيارات، فبديت أرسم أنا وياه سيارات واستمرت الهواية وبديت أرسل لمجلات وتطلع رسوماتي في المجلات واستمر الحب هذا خليني أقول، لكن كان محدود بقراءة مجلات جرائد أرسم وانشر. ما كان في انترنت ولا بالضبط ما كان في انترنت الين تقريبا 2010 متاخر شويه. 2010 كان معي سياره شويه اقدم 2006 هونداي اكسنت، ضاع المفتاح حقه. لما ضاع المفتاح حقه تخيل اني ما لقيت احد يقدر يبرمج. انا وقتها من ال 2000 انا اخذت الاي بلس هي الشهاده الاحترافيه لصيانه الحاسب حتى قبل ما ادرس الجامعه، خبرتي التقنيه جيده يعني. لفيت ابها ما لقيت احد يقدر يبرمج السياره هذه، كانوا يبرمجوا الهونداي اكسنت بس حقتي ما حد يقدر يبرمجها. السبب فيها انه كانت السياره مصنعه خارج كوريا، كانت مصنعه في تركيا تحديدا. ففي عليها بن كود يسموه مبني على الرقم الهيكل، فلما تروح الوكيل يقول لك السياره هذه ما طلعت من عندي، ما اعرف الرقم السري حقها. فما حد قدر يبرمج السياره هذه. فبحثت على الانترنت لقيت واحد بيبيع اجهزه تبرمج السيارات هذه وتطلع البين كود حق السياره. تواصلت معه كيف ممكن اشتري منك الجهاز؟ قال لي ما حتعرف تستخدمه. قلت له لا انا خبرتي في التكنولوجيا حلوه وبس انت اعطيني بس هنت معلومات بسيطه وانا حكمل. سولفت وتناقشت معه قال لي طب ليش ما تشتري الجهاز وتفتح لك محل ما دام انت واصل للمستوى هذا؟ قلت له على ايدك دلني بس من اين ابدا. فدلني قال لي انا ببيع لك الجهاز، وبالمناسبه الجهاز لسه معي الى الان اسمه T300 وجهاز اخر اشتريته من عنده كمان SPB، لا زالت الجهازين موجودين. قال لي شوف انا اعرف لك واحد في الرياض مبلغ بسيط 500 ريال بيدربك 3 أيام 4 أيام. قلت توكلنا على الله، سافرت رحت الرياض جيت عند اخ كريم للاسف انه انقطع التواصل بيننا بدون مبالغه ضيفني 3 مرات يمكن ضيفني 3000 من المبلغ اللي اعطيته اياه 500 ريال. لقيته انسان ما شاء الله تبارك الله بسيط جدا اصلا لا يجيد القراءه. وقاعد يشتغل حافظ اماكن الازرير، اضغط هنا اضيف مفتاح اضغط هنا احذف مفتاح. ذكاء فطري. بالضبط والله جزاه خير يعني مجتهد. فحافظ بس ما يعرف يقرا انجليزي نهائيا ولا حرف. اشتغلت معاه اليوم الاول مراني كيف اسوي وكل ما اجي المسجد جلسه لا بتخرب. لين اليوم الثاني، اليوم الثاني جتنا سياره ما انساها دوج درانجو. دوج درانجو فيه خاصيه وكمان هونداي فيها نفس الفكره وكثير سيارات لكن يبدو لي انه ما جرب قبلها في دوج. لما تجيب مفتاح وتبرمجه على السياره يمسح كل المفاتيح السابقه. ايوه ايوه تمام. فلما تجي تبغى تبرمج لازم تبرمج 2 3 على حسب العدد اللي معك. فجدلا العميل جاي معاه مفتاح سيارته شغاله بس يبغى يسوي نسخه، بمجرد تبرمج النسخه المفتاح الاساسي يبطل يشغل.
فبرمج النسخة احتياطية، راح العميل شوي رجع قال مفتاحي القديم بطل، برمجوا راح العميل رجع قال مفتاحكم الجديد بطل. وانا لسه هذا الاثنين ما راح اخلصها، انا لسه موجود معه وقتها لسه ما انتم عارفين انه تمام. ما انا ما يخليني اقرب من الجهاز الا وقت الشرح، ما يبغى يتورط مع العملاء ويخاف اجيب له مصيبه. خايف الجهاز عود، خايف الجهاز عود. فالمهم اخر شيء اسمه حسين، عم حسين تسمح لي بس اشوف الشاشه ايش فيها. جيت لقيت انه اد اديشنال كي، هاو ماني كي دو يو وانت تو بروجرام. كتبت له اثنين، قال لي افتح سويتش. ما شاء الله تعليمك فرنساوي تعرف؟ لا انا انجليزيتي على قدي بس اعرف اقرا وممكن افهم ايش اللي مكتوب. هات المفتاح الاول برمجناه، هات الثاني خلاص جربناهم ضبطت الامور. لما مشينا اخي انت ما شاء الله معلم والله، ولا يعني دخلت هذا المجال من قبل، ولكنه للامانه كان ينقل لي المعلومه بحب، يعني ما كان بخيل علي بالمعلومه. فدائما يعني اي مجتمع خليني اقول انه تلقى فيه ناس اتعلمت من غير معاهد، اتعلمت من غير دراسه، وهو تاكد انه في حب لنقل المعرفه بينهم، فهو نقل لي المعرفه هذه بحب. مشينا ورجعنا على ابها وفتحنا اول محل مفاتيح، فتحت محل مفاتيح وصرت اشتغل فيه. صارت تجيني سيارات على سطحها، الكهرباء والميكانيكي زي حبيبنا هذا اذا تورط ايش يصرف العميل؟ يقول له يبغى لها برمجه، روح عند احمد الحربي برمج لك. ففعليا كانوا يتورطوا في سيارات في الصناعيه ما يقدروا يشغلوها فيعزوها للبرمجه، روح عند احمد الحربي برمج لك اياها تضبط معك السياره، يجيبوا لي السياره يا جماعه برمجتها سليم. طيب اخر شيء يوم ولا اثنين ولا ثلاثه صار العمال يقول لي يا اخي فكني منك انت والكهرباء، شغل لي السياره برمجه، مشكله كهرباء مشكله ميكانيك، شغل لي السياره تصرف. صرت تذبح. اي والله جيت هنا يا طويل العمر واشتريت جهاز اسمه لانش اكس 431، اشتريته من المدينه المنوره من واحد حبيبنا مصري وسافرت له. خلاص عرفت الطريق اسمعك استدلك. ثلاث ايام اربع ايام لقيته يعني ما شاء الله مجتهد وعلمني يعني اساسيات حلوه، وبعدها انطلقنا الين الحمد لله وصلنا الى خليني اقول مراحل متقدمه شويه. بعد ما خلصنا كل شيء بفضل الله في الفتره الاخيره انا دخلت كم دوره في جامعه اجنبيه اونلاين طبعا، بس كده عشان نفسيا احس انه عندي شهاده. في ناس دائما يسفلوا فيها في انت مين ايش جابك في السيارات، اقول له انا عندي يعني قلت لك هي اللي مره عندك شهادات تخص السيارات. فهذه السيره الذاتيه حقت السيارات بشكل سريع جدا. والله شوف انت قلت شيء معلومه في وسط كلامك استشفيت كم معلومه حلوه. اللي حب عنده شغف في هوايه معينه وشغل معين بينقل المعلومه، لانه زكاة العلم نقله ونشره. واللي متعصب لعلامه او شيء او حاجه معينه تلاقيه ما تقول وتقول وكيف تقول ويزعل. وانا كنت انا عن نفسي يمكن بان اطولكم لسانا شويه في ناحيتي، فكثير من الشركات بتزعل مني لانه بعتبرها انها منطق ارقام، فالواحد يحط الارقام، ففي ناس تزعل كيف تقول ما تقول ارقام في النهايه. طب على سيره الارقام دقيقه لسه جايك بالكلام دقيقه ما تفضل. طيب تفضل قول من انت؟ مين انا؟ انا نوبدي. هوملس بالضبط. انا اخوكم حسن ناجي كتبي، حسن ناجي حسن محمد عبد الهادي كتبي الادريسي. كلمه الكتبي جايه غطت على اسم العائله الاصلي اللي هو الادريسي. مجنون سيارات يمكن من يوم عمري 4 سنوات، اتوقع ان انا يمكن اكبركم سنا، فانتم بعد عام الفيل، انا يمكن شكلي من قبل عام الفيل. مواليد كم؟ 69 فاخرة. طيب 69 ايش؟ 7 اغسطس 69. 7 اغسطس 69 يعني طرحتني بشهرين. انا قلت لك انا 13 اكتوبر. 13 اكتوبر 69. لا تقول 13 اكتوبر. ايش؟ 13 اكتوبر؟ بو ليش؟ نفس يوم ميلاد زوجتي. انت بتخني مع مراتك. صدقني هو الوحيد اللي يعرف تاريخ ميلادي. لا عارف هي وبنتي وولد عارف تاريخ ميلادهم كله. انا يلا احفظ تاريخ ميلادي. لا انا انسى تاريخ ميلادي هم اللي افتكروه، بس انا افتكر لهم. الشاهد ابتديت هوايه السيارات يمكن عمري 4 سنوات، وطبعا ما كان في اصلا، كان التليفون هو حتى مو ازرار، كان لسه التليفون اللي هو ايش؟ القرص الدائري ده. ايوه الدائري ده. فسبحان الله افتكر ست الله يرحمها كانت دائما، كان السواق تعرف كان لسه بعد حلة العبيد الملك فيصل الله يرحمه كل شيء، فافتكر السواق كان لسه موجود. عم مبروك عم مبروك. ف
كنت أقول له السيارات كنت أحفظ دائما والقط وأشوفه، وابتديت القراية من صغري سبحان الله كده ملك من ربنا. كنت طالع حتى بيقولوا أنت قريب قبل ما تخش مدرسة ابتديت الخطوط، كان عندي هواية يعني كل ما يكون عندي وقت فاضي كنت هوايتي يجيني العيدية حقتي في رمضان ولا في غيره في الإجازة، تخيل كل الفلوس في ليلتها روح اشتري لي 7-8-10 كتب. طبعا يقولوا قسمها انك تقعد تقسمها على مر الايام تقعد تقراها، كنت اقراها في ليله واحده علينا الفجر اذا انا سهران مديها من المغربيه المغرب صلي العشاء صلي بدنا قاعد على الكتاب ما عبال ما اخلص من الكتب وقرايتي سريعه، عبال ما اخلص الكتب يقول نور الصبح طلع ونكمل علينا. فحتى امي كانت تقول لي خلي شيء تقراه ثاني يوم، ما في في ادمان في نهم وشغف للقراءه. وسبحان الله لما تقعد تقرا تقرا طول عمرك تلاقي المعلومات تبتدي تتجمع وتتستف تترتب لين البروسيسور جوا يبتدي يركب دي مكان دي دي مكان دي تلاقي الامور. عدينا الشباب طبعا رسم السيارات، كنت ارسم السيارات كنت اعرف اصمم، كنت مكعبات الليجو هواية اسوي منها سيارات، اي شيء الصلصال المعجون ده اللي هو اسوي منه سيارات، ما في شيء ما سويت منه سيارات. ف وكنت فنان حريف بسكليتات يا سلام يعني ده كان يوم الهنا يوم صورتك على يعني البسكليت ثلاث كفرات. بعد الان انطلقنا في البسكليتات ومكفرين وكنت اعتبر انه اي شيء يخوفني في حياتي طالما مو حرام اي شيء يخوفني اروح اسويه اروح اسويه اضغط على نفسي اسويه، ما في شيء اسمه تخاف. تخاف وتعرف ربنا ايش من صغرنا تخاف، انت ما انت راجل، الراجل ما يخاف، فهمت علي كيف؟ فالتربيه تاهل اول الله يذكرهم بكل خير، فما في شيء اسمه انا ما اقدر انا اخاف انا ضعيف انا اسف. تضر راسك في الجدار الين تسوي. ف دخلنا بعدها سبحان الله خلص الماجستير كمان الله يسعد ام احمد عندي ساعدتني في الماجستير، لما تزوجت كنت لسه بخلص الماجستير. كان بكالوريوس؟ بكالوريوس ايش؟ ما البكالوريوس تسويق اداره اعمال. كنت طالع الولد الله يحفظه الله يرحمه محسن الله ان شاء الله في درجات وضحك علي. كنت طالع في الثانوي خلصت الثانوي وكنت بدرس ايطالي الحمد لله عربي انجليزي فرنسي ايطالي. فكنت دارس ايطالي عشان وبحكم كنت درست شويه بين هنا وبين برا في سويسرا، مولود خارج المملكه اصلا في عزها ايام ما كانت يعني زي ما يقولوا، برغم اني الحمد لله سعودي مو مش من ناحيتين من الاجداد كلهم، لكن كانت الولاده في بيروت ولبنان في عزها كانت سويسرا الشرق في ذلك الزمن، فكانت الناحيه الطبيه متقدمه جدا. فكانت اما ثلاثه جد الله يرحمه وزير خلاني ان شاء الله تجار في مكه، فتولدت هناك ودراستي كانت بين هناك بين الرياض وجده وجنيف. ف وكنت خلاص عامل حساب اني اطلع ادرس في مودنا في ايطاليا تصميم السيارات. كنت معجب جدا بجوجو جوجارو وبنين برينا والاسماء البرتوني والاسماء دي العملاقه كلها. حتى كثير في شغلي بعض الاشياء كان الشباب يقولوا لي علي انا لما كنت امسك الشركات اللي خسرانه ونجحها من فضل الله علينا، يقول لي ايو كوكا، اقول له طيب شكرا عارف انه اسم لي ايو كوكا مو معروف الناس كثير، بس هو اللي انقذ كرايزلر وكوكا كولا من الافلاس الاثنين. ف شخصيه معجب فيها جدا الى الان. فالشاهد اللهم صل وسلم مختصر، لما قعدت درست خلاص وطالع طالع فالوالد قال لي سحب عليك، قال لي خلص دخل خلص هنا الهندسه او اداره اعمال هنا وتطلع بعدها ايطاليا. حاضر. احنا تربينا على نظام التربيه القديم للوالد، اي كلمه للوالد والده حاضر ابشر تم، ما في كلام، ما في نقاش، ما في راي ثاني. هي حاضر تم وبابتسامه كبيره، ولو ما عجبك ما تقدر حتى تمد بوزك، ما في شيء اسمه تمد بوزك او يبان على وجهك ان وجهك حمر وما عجبك الموضوع، حاضر وابشر تم. تم. ف درست جيت دخلت الجامعه هنا، فكنت جايب علمي في ذلك السنه كنت جايب 88. فالطب كان 90، فقالوا لي استنى شويه ندخلك طب. يعني كثير نصحوني تبارك طويل وصدرك وسيع وتنفع طبيب حتطلع ممتاز. الشعرتين هذه اتفق صح. فاكر لما كنت صغير فاكر في كرتون اسمه دينيس ذا مينس، فكان دائما يشوفون علي لكن شعرتين واقفه كذا. والكرتون الثاني كان جدتي الله يرحمها، ستي غير جدتي الله يرحمها كانت دائما تقول لهم الكرتون كاسبر الشبح الابيض ذاك، كان هذا كاسبر. دخلت قالوا لي هندسه، لا دخلت على اداره اعمال كنت حخلصها بسرعه في 4 سنوات، وفعلا الخطه 4 سنوات ونص وخلصت في 4 سنوات، كنت اخذ 25 ساعه 23 ساعه 21 ساعه، يعني عارف داعس ومصفط اثنين دوافير
انا لعلمك النظاره ما هي موجوده لان انا عامل ليزر ولا انا ولا حتى كانوا اتريقوا علي اخواتي اولادك حيطلعوا زي كلهم لابسين نظارات ومسكين كتب في قدامهم ويلف الزمن حرفيا حتى ابوي اتريق على بنتي واللي بنتك هذه عماره مو بنت ترى جريش قال هذا عباره عن دماغ طلع لها بنت مش بنت عندها دماغ ما شاء الله طيب الحمد لله الله يحفظها يا رب ترى هذا اللي ينفعهم هذا اللي ينفعهم دنيتهم ان شاء الله ابو حرتهم اشتغلت مع سيدك طبعا في 2008 عملت اليوتيوب بس قبلها في 2001 كان في تقديم في شركه لكزس وكنت انا جاي من FMCG فاس موفينج كونسيومر جودز اللي هي زي سابولا بروكتر اند جامبل الشركات هذه فيعلموك كيف انك المنتج يكون البيبي حقك تغير الحفاضه تاكله ترضع وتمشي اموره اللي يحوي ويوقف ويمشي كيف تعمل الماركت سكان تشوف ايش اللي حاصل في السوق من الماجستير تعلمت حاجه انا كنت اتعلمها دائما في عائلتي بس اللي فاكسها في الاستحقاق وارقام الماجستير علموني حاجه انا قدستها يرى الباحث تفصل انت ايش شايف تحط الحقائق تحط الارقام تحط افتراضاتك الواقع بعد اللي فانت ما تاخذ حيز او صف قاعد انا والله كنت مفترض اشياء الفلانيه لكن الواقع هو انه في شيء ثاني ليس الواقع هو الصح الارقام هي الصح عشان كده انا بتكلم مع ناس كثير حتى لما كيسالني ايش اشتري سياره الكل خذ سياره فلانيه حلوه تسيد الله يسعدك كم شخص كيف سواقتك كيف الامور كيف هذه التفاصيل بناء عليها يعني مقاس توبي او بنطلوني او ملابس غير مقاسك واحتياجات غير احتياجاتك فهذه كانت ضمن الاشياء اللي علمتني هي الماجستير حقي كان سلوك مستهلك عن نفس تسويقي في صابون في بي ان جي صابون ركزوها كمان حكيت اكثر لما اشتغلت في لكزس الحمد لله ربنا اكرمنا انه نرفع لكزس من خسائر 21 مليون ريال في السنه في ذلك الزمن في عام 2003 2001 مع مبيعات 800 سيارة تخيل المبنى ما شاء الله صار فينا جماعة المبنى يعني بصراحة استثمارات مرعبة ويشكروا على المبنى قيمته 150 مليون ريال في ذلك الزمن تخيل يعني لدرجة إنه لكزس أمريكا جو طلبوا التصاميم مع لكزس اليابان جو طلبوا التصاميم حق المبنى يبغوا يقلدوه أو ينسخوه في أمريكا لأنه هو السعودية عمل شغل جبار جدا قالوا كلام متفقين عمل شغل استثمارات عالية فكانت 800 سيارة ما بتكفي إنها تغطي المصاريف الحمد لله ربنا أكرمنا في سنتين ثلاثة من الاكسسوارات الصح من تعديل السيارات ومن مواصفات السيارات وطلباتها وكيف تترتب كيف رتبتها جوا قدرنا نرفعها من 800 سيارة ل 4400 سيارة ل 6500 6600 سيارة ماشي مشيت من هناك يعني على وفاق مع جماعة الكل ممتاز بس أنا أقول أنا الكل عارف إنه لساني بيتبرر مني ما أقدر يعني صح والله فلان حزعل براحته فاكس اند فيجرز ولا ما حيعجب الكلام والله يسهل الامور ما راح اجي النتيجه واحده يعني زي رضا النتيجه واحده في فاكس اند فيجرز انا طالع لهم حقائق مو قصور في احد ولا اقدر في احد بس ما اقدر اجامل كل ما اخلص فانا احط الحقائق والارقام بس فعشان كذا يعني اميل للغه 0110 اللغه دي جدا جميله بس ممكن يطلع لك ايرور يلخبط لك الدنيا اساسي وثاني بس اعمله ريست طفي وشغل اي طفي وشغل ريبوت من لكزس اللي كانت لك سبعه مرات لانفينيتي للبنوك انطلبت الحمد لله يعني كم مره كان دائما السي في حق الجماعات كل ما تحدثتها لاني ما كنت اقدم سي في يجيني تليفون لو سمحت في عندك مقابله انا ما قدمت عندك مقابله مع شيخ فلان وفلان الفلاني والحمد لله الحمد لله فضل الله يعني بركة الله على الوالدين ورضا الوالدين يعني أي توفيق في الدنيا الله يفتح عليك إلى بركة رضا الله إن شاء الله ثم رضا الوالدين وبعدين الحمد لله رجعت آخر شيء بعد البنوك عملت ثلاثة بنوك برامج الأوتو والإيس كان أول بنك البنك الأهلي ما شاء الله يعني لما قدمت استقالتي بعد ست سنوات ونص كنا معدين 26 مليار ريال محفظة استثمارية افتكر ايامها يعني بعض الامور كذا اشياء تضحك كنت انا الوحيد اللي عنيد بما ان عنيد يعني الكل عارف انه راس ناشئ وعنيد صممت في ذلك الوقت على انه التامين يكون شامل كامل ضد المخاطر الطبيعيه ما كانت في سيول في جده في 2007 2008 المجنون اللي مبعزه فلوس البنك اللي عامل اللي مسوي اللي وعنيد وراسه ناشئ وما يسمع كلام تعرف كل سمعته والنتيجه ايش واحده مسوي اللي في راسي وتجيك السيول في جده في 2007 البنك الوحيد اللي طلع منه زشان عجين بثلاثة آلاف سيارة ثلاثة آلاف عميل غرقت سياراتهم تعوضوا طلعوا منه زشان عجين كان البنك
واخذنا شكر ورئيس البنك نزل يشكر. فالكل من الشباب طبعا اللي كانوا حشوا فيها دحين لما يجوا جماعه يكرموك ايوه قالوا افتكرنا معك. والله ما نفتكر احد فيكم والله ما عاد انا حفضحكم لا اشوف واحد فيكم. كيف قلت لو سكتوا كان مشت الامور بس انتوا قاعدين تتريقوا علي وتحشوا فيها اشهر وايام وسنوات لا اشوف واحد فيكم الان. ومع ذلك ما جاء وقتك تكريم ما حزنت عليهم لا لا هو مجهود جماعي يا جماعه الخير مو مجهود انا لوحدي مجهود جماعي. خلي الكل خلي الكل يفرح خلي الكل درس الكل يتعلمه فهمت كيف؟ لما يطلع واحد مجنون ويطلع هو صح والباقيين كلهم غلط ثق تماما انه درس الكل يتعلمه. خلي ليش الشرعهم خلي الخيرهم. وانا مؤمن تماما انه زي ما النكد معدي الابتسامه معديه. دائما ادعي اقول يا رب تعدي امه سيدنا محمد بفيروس الابتسامه في وجه الكل. لانه ناس كثير عندهم ثقافه انه لما يكون شارب نشا على الريق ومكشر فهو رزق كشخه كذا. شوفوني انا شخصيه مهمه يا عم الله يسعدك قوم ما حد دار عندك قوم ابتسم. والله الابتسامه اصلا 17 عضله في وشك بتحركها. النكد 45 نكده 45 عضله بتحركها كويس تحرك اكثر لا بس تكسب زنوب اكثر الثانيه بتكسب حسنات ببلاش. فيعني هذا باختصار يمكن. وبعد البنوك البنك الامارات دبي الوطني بنك البلاد الحمد لله ثلاثة الحسابات اللي عملناها البرامج فأدتني الإكسفوجر. وبعدين رجع طلبوني شركة الفطين فولفو شيري وكفرات أبولو. سو الآن شغال حر ولا شغال حر؟ من متى؟ أنا أقول لك شغال حر تقريبا من عام طبعا كان بجانب شغل. يعني أنا أول سجل تجاري عندي كان عمري 18 سنة. يعني كان عندنا محطات البنزين حقت الكتبي فمعروفة تماما الشركة. فكان عندي وحتى كنت فرع حقي فين في جيزان ترى كان ما عندهم فرع فأنا أخذت توزيع من هناك في جيزان. فسجل تجاري من أول سجل تجاري عمري 18 سنة. فأنا يعني شغل الخاص ما زال كان ماشي لحلي أكثر من 35 سنة متنوع. بس إذا حابب أوصفه بشيء شوية كرياتيف ما أنا عندي مشكلة مع الملل والأشياء الروتينية ما أتحملها أحب دائما أشياء جديدة. شوف خليني أقول لك حاجة أبو أحمد عشان يمكن الناس اللي تتابع خليني أقول يستفيدوا من فشلي أكثر من النجاحات. أنا مع أنه الشاب يجرب كذا شغلة بس مو دائما. يعني بقول لك بريف سريع أنا اشتغلت في صيانة الحاسب وأخذت شهادات احترافية عالمية من أكثر من تقريبا 25 سنة من الآن. اشتغلت في الشبكات اشتغلت في البرمجة اشتغلت في صيانة السيارات اشتغلت في وظائف حكومية اشتغلت اشتغلت اشتغلت. يعني الوالدة الله يحفظها كانت ما تستغرب لما أجي أدخل عليها البيت أقول لها استقلت. شيء طبيعي عارف أنه هذا طبيعي يسويها. لو يرجع لي الزمن ما راح أسويها. ليش؟ أنا الشغلات اللي كنت أسويها قبل 20 سنة ما أعرف أسويها الآن. ليش؟ خصوصا الشغلات اللي تخص التكنولوجيا هي قاعدة تتطور بشكل يومي. فأنت إذا مو متابع ما تقدر. فإنك تشتغل في مجال إلين تصير محترف بعدين تترك وتروح تشوف مجال ثاني أنت ضيعت الخبرة اللي اكتسبتها كاملة ورجعت تبني من أول. فإنه تكون سريعة في 5 سنوات مثلا 6 سنوات وستوب أوكي مفيدة لك إنك تتعلم من كل بحر قطرة وبعدين ترجع تركز. لكن تشتغل إلين توصل الآخر وتسحب وتروح من الأول. أنا أول وظيفة اشتغلت فيها في حياتي زملائي اللي كانوا معايا في نفس المكتب بيني وبينهم جاب كبير جدا هم أعلى مني بكثير لأنهم استمروا عندهم تارجت واحد وماشيين عليه. أنا رايح يمين يساري طويل العمر ما وصلت للي وصلوا له بالأخير. هو كله توفيق رب العالمين ورزقك مكتوب لك. لكن لا تتشتت كثيرا. 5 سنوات سوي فيها اللي تبغى بعد ما تخلص دراستك وبعدين امسك طريقك. وجهة نظر يعني أتفق معك بس في وجهة نظر اقتصادية nail it then scale it nail it then scale it. وفي مالتي تاسكينج يمكن شوي يمكن هذا يمكن تعلمت من عند ربنا وتعلمتها في شغلي. لما بخترق مجال معين هي الهواية حقتي السيارات وهوايتي دائما كنت بمولها من فين من شغلي أنا الخاص. أنا مستشار في عدة أماكن في عدة شركات وكل شيء وكل واحد ما يورط في حاجة حسنة حقنا. حتى دائما أقول ما ينفع تدونا شغلانة يا جماعة الخير شركة يعني مثلا في فولفو لما سلمتها في الفطين في الإكزس في كذا مكان بس سلم الشركة خربانة يعني كتارجت كان الفاينانشال البيانل الناحية الربحية والخسارة جايبين عليه. ولما ما ينفع تدونا وظيفة يا جماعة الخير أحد يكلمني والله في وظيفة سهلة حسن خذ لا 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 جايبينك شايلينك لعوزة الأشياء الثقيلة. دائما الأشياء التحدي فيها يكون عنيف. حتى في البنك في الأوتوليس أول ما ابتدينا كان تحدي عنيف ما
وما كان في أيام أنظمة ربط الحاسب الآلي، يعني أنت تخيل لازم تتعرف ما كانت فيه. دحين سبحان الله مع السعودية 2020 وعشرين وثلاثين كل شيء الآن الله يسعدك تسدد الفاتورة هنا، الاستخدام، العمالة، الأمور، تلاقي حاجة هنا هنا لفت 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 كلها ورجع لك ثاني مرة كل الأمور. ففي في في الربط هذا بيرحمك من أشياء كثير إذا أنت حابب، وفي نفس الوقت يعني قد يكون مكلف شوية لأنه طول ما أنت ماشي بتدفع فهمت عليك. نيل دن سكيلت أي حاجة تأخذها تتعلم تسويها تضبطها وحابب تضيف لها شيء ثاني ألين تتحكم فيها تملكها العلم حقها، بعدين تبتدي إيش يعني ترفعها شوية بحيث أنك حتى لو جبت شيء ثاني جنبه ما حتترك ده تماما. لازم إنك يكون في عندك مالتي تاسكينج أو تقسم يومك، هذه هنا الوقت هنا هذه الوقت هنا هذه الوقت هنا هذه الوقت. أنا أفتكر حتى كم مرة في اجتماعات في شغلي وكنت ماسك حالي كان تحت شغلي مثل في البنك تيجي كأنها 5 إلى 8 إدارات كنت مقسم لهم من 10 إلى 10 تدخل الإدارة الفلانية من 10 إلى 21 دقيقة 10 كذا 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 وبعدين روح اليوم ترجع في عيد الاجتماع ثاني في آخر اليوم لأنه عشان طول الوقت طول النهار داخل ما أخلص كيف فجيبوا أموركم زي ما تقول وتعنفت فيها فكانت تمشي الأمور بالشكل ده. وبعض الاجتماعات طبعا كنت إيش لما نجمعهم كلهم في مكان واحد ليه؟ الكل ما عارف ماشي السير كيف ماشي، فلما كل السير ماشي يوم أنا تعبت أنا مرضت يوم في إجازة يوم في هنا فينا في فلان أنا طالع إجازة مو أنت صار إجازة مين همسك مكانك؟ ما في أحد جهز أحد تحتك ما أنت طالع إجازة ما أنت طالع أنت جاهز الواحد من تحتك مين صغير كذا يطلع. فتعلموا حكاية الكاسكيدينج اللي هي تمرير المهارات والصلاحيات وإنه يربي أحد تحته يطلع يوقف عشان يكمل النمو. النمو هي الشركة ما يوقف على واحد ما يوقف. طيب قل لي أنا بس فيكم سؤال الصامت هذا خليه يسولف معنا أحلى ما فيه. أنا قلت لك من البداية الاثنين كلمنجية أنا حقود السمع أنا واحد من الجمهور. طيب سؤال الله كل المجال كل هواية أنا ما تقدر تفرض على الناس أنه قول أو ما تقول الهواية موجودة والكل اهتمامات سوق السيارات أنا أظن وصححوني إذا أنا صحب بقول لهم كثير حافظ مو فاهم ويظن نفسه فاهم. فعندنا ما زلنا علينا حتى قبل فترة في واحد طلع على تلفزيون على حكاية الزيوت حتى مواصلات مقايس ردوا يعني كذبوا الموضوع وصححوا المعلومة. في لغط كثير حاصل في عالم السيارات كل فريق يعني واحد قاس الزيت بصباعه وسبنا المختبرات ايش بتقيس وزادت والله لا اقصد انه انا ضد احد بس انا بتكلم على ظاهره عامه. طيب لما دخلوا فاشينيستات ودخلوا كل شيء فالكل صار بيتكلم في مجال السعر هل تقدر تمنع الناس ما تتكلم؟ لا طبعا من حق الكل يتكلم بس في شيء يقول يعني في فرق واحد يقول لك انا اظن او في توقعي غير اللي بديك حقيقه جازمه فيجيك واحد في مجلس في 25 واحد 50 واحد يديهم معلومه غلط ال 50 اخذوها انه قران مصدق وصار ال 50 صاروا 500 و 500 صاروا 5000 وقيس على كده. ففي مجال السيارات بلاحظ الحكايه دي منتشره. خليني انا الشراني اللي بفتح النقطه دي جابوني انت ايش رايكم؟ يعني في كل مجال يمكن في كل مجال موجوده دائما في ناس اظن الاشخاص اللي يتكلموا كثير بمعنى لسانه يسبق عقله هو اللي طلع المعلومة الخطأ بدون ما يزينها بشكل جيد يحاول الواحد قدر الإمكان يتأكد من معلومة. أنا في الحلقات تبعي أنا درست تخرجت من أمريكا في 91 سواء إحنا الآن قفلنا 31-32 سنة. لما أنا بسوي حلقة على الـ ABS ما أوقف قدام الكاميرا وأسوي حلقة أعمل ريسيرتش يمكن يوم أبغى أعرف ايش اخر اخبار الاي بي اس. انا فاهم الاي بي اس كيف يشتغل عارف انه في 4 حساسات اوكي وفي كمبيوتر وبيراقب ويشوف السرعه وكذا لكن الان ايش وضع الاي بي اس عن ايام زمان. فعشان اقدم شيء احتاج اني اعمل عليه ريسيرش مو هو يشتغل زي كذا وما ادري وبعدين لازم اطلع حلقه ثانيه تنفي بعض من الكلام اللي انا قلته كذا. فانا يمكن نصيحتي للناس اللي زي كذا انه يا اخي تبين من المعلومه تاكد منها قبل ما بالذات لما انت يكون عندك شريحه من الناس يثقوا فيك ويثقوا برايك ويحبوك وكذا انك انت قبل ما تطرح المعلومه تطرح المعلومه بمصداقيه لنفسك اول تتاكد انه هي ما تغيرت من وقت ما انت سمعتها. احيانا الواحد يسمع دردش اكون انا وحسن قاعدين بنتكلم مع بعض هو يقول لي شغله انا اخذها على انها هي شيء مثبت
بس احمد سمعها من مكان. محبتي لاحمد تخليني اقول انه محبتي لحسن عفوا ابو احمد تخليني اقول انه خلاص هو خلاص هو اللي قال لي هي يعني ما تخرش الميه. حتى لما انا اقول يا بحط المراجع تحت الحلقه او يا اخي انت مطلوب منك انت كمشاهد انك انت تروح تتاكد من اللي انا قلته صح مو صح، في شيء خطا في شيء كذا، مو عشان نتضارب مع بعض اونلاين ولا شيء، بس الواحد يتعلم ويشرح المعلومه بشكل صحيح. شوف في كمان شغله مهمه يمكن حصلت معايا واستشرت ابو معتصم ومشيت عكس رايه بعدين اكتشفت الكلام مو مظبوط، بس عادي نجرب ونتعلم. سؤال قبل ما نبدا الحلقه اليوم ما سالتك سؤال على الاختبار كيف اقيسه؟ صحيح بجمعنا على عده اراء، لانه افكر اقول لك ما احب اقول كلمه الا لازم باك داب تتاكد منها بالارقام بالتجارب بالاختبارات، وانا عجبني دائما كل شيء اطلع لك باختبار اقول العافيه. شوف احنا احنا عموما مبدا اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه ما هو موجود بكثره بصراحه، فمجرد انك تتناقش مع احد خلاص حتوصل لمرحله سيئه. هقول لك قصة سريعة. أيام كورونا في مهندس عراقي عايش في أمريكا، أمريكا مو أمريكا، هذا حكيتني عنه. المهم رجل أنا أشوفه بالنسبة لي قدوة، مرة عبقري ما شاء الله تبارك الله، وبتعلم منه أكبر مني سنا وعلما فراسلني قال لي أبو فيصل شفت لك فيديو عندي عليه انتقاد بسيط، فإيش رأيك نغير جونا شوية ونطلع أنا وياك لايف أو أنا أنزل حلقة وأنت تنزل حلقة نناقش هذا الموضوع، موضوع يعني عميق شوية في السيارات. قلت له أبد أنا ما عندي أي مشكلة، توكلنا على الله، احترامك موجود ونتوكل على الله. فبدأ هو الحلقة الأولى وقال وجهة نظره، بدأ الحلقة بالثناء علي وبكلام جميل عني مركز يعني شيء من الآخر. رديت عليه أنا بنفس الأسلوب وبنفس الأدب تمام، استلموا الجمهور، جمهوري قاعد يسب فيه وجمهوره قاعد يسب فيه وقد يكونون ليسوا لا جمهوري ولا جمهوره يعني. لا ما باقي اللي انت تتكلم على احمد الحربي شويه شويه. طب احنا قاعدين نتناقش بادب بمعلومه احنا مختلفين عليها، بس احنا بيننا بين البعض احنا حبايب وما اسأنا البعض وكلنا نتكلم بالحقائق. يبدا الشيطان يخش. جبت كانت من ضمن التجربه ابغى اجرب، فانا محتاج انه واحد يساعدني، فما في ممنوع الحركه وافه لازم اجرب عند باب البيت ايام كورونا الحجر. فجبت فيصل ولدي، فيصل شغل الحين هو بدا يفهم، هذا قاعد ينزل من مستواي لدرجه انه جايب ولده الصغير يرد عليه لا والله ما هي كذا، شوف 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 كيف دخل بيننا الشيطان تمام. انا كنت استشرت ابو معتصم يومها تمام، وبعدها بعد هذه الحلقه اعترف يعني اني مشيت على كلامه. قلت له ايش رايك تدخل معنا؟ قال لا. قلت له ليش؟ قال شوف انا اثق فيك واثق في الرجل بس ما اعرف وين ممكن نروح، فلا خلينا احنا نقول اللي عندنا والناس اللي تبغى تصدقنا او بمعنى اصح تقتنع بما نقول اهلا وسهلا. الناس اللي ما تقدر اللي ما تقتنع بما نقول انا ماني قادر اقنعه ولا اني ملزوم اني اقنعه تمام. فلذلك انا في مواضيع كثيره اشوفها واعتقد انها خطا ترى صرت ما ارد عليها، بس لو واحد سالني اجاوبه، بس انه اطلع بحلقه كذا ارد عليها لا، لسبب لانك ما حتخلص. انا افتكر يمكن ثالث لما بدات القناه يمكن قبل 7-8 سنين واحده من الحلقات، فكنت ابدا بالكمبرسر تشغيله وانت ماشي تشغيل الكمبرسر اي، فكان كنت ادور ايش هي الحلقات اللي ممكن تعمل صدى، فالاشياء اللي هي ميث باستنج انك انت تدور على 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 خرافه اما تثبتها او تنفيها. فواحده من الشغلات اللي هو تشغيل المكيف انت ماشي بسرعه 120 صح ولا مو صح وكذا، فحطيت نزلت الحلقه في مظلومه لا شكلها صارت مرحومه بعد زمان زمان ده. فالمهم فشرحت وعملت وطلعت سيارة انه السيارات يا اخي انت مشغل كومبريسر ترى انت مشغل السيارة ترى يفصل ويشبك يفصل ويشبك، فما ما في اي فرق. فكمان كذا طلع لي اخ حبيب نزل حلقة ودخل فيني عرض، ها يعني لسه انا بداية يمكن ثالث او رابع حلقة، تعرف الواحد يتكركب كده في حاجه زي كده. بس قول لي هذا بعدين قلت يا اخي خليك بالادب خليك بال يعني بغض النظر، ونزلت قلت فلان قال عني كذا، ترى هذا الدياجرام شوف الخط هذا فين يروح على الكمبيوتر، شوف هذا يروح فين على كتاوت، من هنا يجي الامر من يجي ما هو سويتش انت مجرد ما تشغل يشتغل ويفصل وكذا. فما ما تخلص خليني اناقشك في مساله هذا.
هو المشكله في الحركه الاولى يا اخي. انت لما الكمبرسور يفصل ويشبك اوكي، لكن اول تشغيله، احنا مشكلتنا في اول تشغيله. اول تشغيله هو يقول لك انك انت ماخذ الفريون كله حطه في مكان واحد والزيت حقه حطه في مكان واحد مو في الدائره ككل، فكذا القناعه الناس كذا، بينما هو الفريون الضغط مستوي في كل الحركه. واللي طب والزيت كله، حتى الزيت في كل السيستم. طب معلش، انا لما اجي اشغل سيارتي الصباح انا ما اطفي المكيف طبعا، حتى وهي طافيه. انت بتنكشني ولا ايش؟ لا بس اقول لك شوف، انه فعليا في بعض الاحيان حتى معلومات، وانا وصلت للقناعه الثانيه، صدق ولا مو لازم، لانه ما تضر، فما دام ما تضر عجبه يصدقني، ما عجبه براحته يعني. تأكيد لك ولا يعني حيطلع لك حاجة من تحت الأرض. تأكيد لك كلامك، وسمحوني أذكر حاجتين معلش، أنا بستند عليه شوية من ناحية إنه الماجستير حقي علم نفس، فبطالع فيه بطريقة تانية. أنا عندي القاعدة أو العاطفة ميتة، لأنه منطق حديد، فهمت علي كيف؟ أوكي أحب السيارة الفلانية، أوكي ممتاز. فيجيني واحد يقول لي، أفتكر من زمان النقاش ده، أنا كنت مغرم بالـ 911 توين تور بورشة إلى الآن يعني حلم حياتي. فواحد جاء قال لي ايش رايك في جي تي ار؟ فاول طلعت جي تي ار تعصب له، ايوه ربي انا ياباني ما يمشي معي، اسرع كذا بس اخوش. قال لي كيف تقول كذا؟ قلت له ايش اقول؟ ايش فعلا هذا الارقام؟ قال لي بس انت تحب السياره يا اخوي، احبها شيء حكدب عشانها، احبها شيء والارقام شيء، فلازم توصل الاثنين عن بعض. فالتاكيد لكلامك، احيانا اشوف جمهور بعض جمهور السيارات واعلاميين السيارات سيارات اعلاميين الكوره، بمعنى يعني سمحتوا لي في التشبيه ده، انا صفر في الكوره عشان كذا يعني اخذ راحتي انه اتكلم عن الكوره، انه شايف انه عيب يعني نص مليون جمهور ومتفرج وحكام وكلهم يتخانقوا على كره واحده، يسلموا يا ابويا وحلونا المشكله يا ابويا. اقوم دحين انا ما صفر. طب انت صفر لا تحش فينا يا اخي. انا ما بحش، انا شايف هذا وجهه نظر يعني، كل احد يسلموا كره بقى جمهور ضرب في بعض، هذا نفس الشيء تمام. انا لاعب حارس. انت حارس حلقات قامت ولعت وكلنا يحلل، انا ما طلعت الحمد لله ربنا عافاني، مو قصور في احد لازم الله الحمد لله. بس والله عجبني المبدا حق كل واحد يعطوك كرة خلصوا يعطوك كرة هناك كل الجمهور عشان كرة واحدة يسلموا كرة خلصوا. طيب الآن بعض اللي شفتهم اللي حابين السيارات أو داخلين مسك له منصة حالفوا الحظ، أو الولد سلوه حلو، الموزيل البنت سلوه حلو، اللي يكون طيب وابتدى يطلع، فإيش يسووا؟ أسهل طريقة في عالم السيارات إنه يمسك زي عالم الكورة. عالم الكورة مثلا الفريق الفلاني الفريق الفلاني الفريق الفلاني جمهوره كبير، فهمت كيف؟ فهو يجي يبتدي في نفس السيارات، في عندك والله على سبيل المثال على سبيل الحصر عندك الهلال، عندك النصر، عندك الاتحاد، عندك الاهلي، فرق كثير انا ما فاكرهم كلها، دبا ذا الاربع الاسماء دي انا حافظها الحمد لله مقفل عليها بكثر ما هلكوني فيهم. طيب ويجيك في السيارات يجيك جمهور النيساني، جمهور التويوتاوي، جمهور مثلا الموفاري، جمهور الشفراوي، فهمت كيف؟ ولا ايام ما كانت الكابرس فهمون انه الكابرس ايوه كابرس ابويا فهمون الكابرس تطرح البوغاتي خلاص يعني كله يقول له والله مشيت 370 صدق عمرك الكبرات اصلا اللي عليها ما تتحمل يا سيدي الديفرنس ابدا. طيب حاضر اللي انت تشوفه. فتاكيد لحكايه العاطفه، انت شو نلعب بارود نلعب كوتشين كم؟ انا كنت العب شطرنج من زمان وكنت دائما افوز على الكل، بعدين بطلت لان كل مره انضربت الطاوله في وجهي مرة في اثنين في ثلاثة انقلب الطاولة وجهي، ففهمت انه الحكاية خلاص يعني انه انت اتعديت مرحلة المنطق لانه العاطفة تأزمت في ناحية ثانية. فتأكيد شوية في الحكاية دي انه المعلومات احيانا كثير مصدرها بيكون عاطفي اكثر منه منطقي، وانا اعتقد يمكن هذه ازمتي احيانا كثير مع بعض الناس اللي اتكلم مع شباب واقول له تعال اتكلم بحقائق وارقام مع جمهور عاطفي. في الكلتش مو راضي يشبك، تعرف الجير مو راضي يشبك يعني، بس كمان انت لا تكون دفش كمان. شوف خليني اقول لك يعني سدد وقارب بالضبط. المعلومات بارده، المنطق بارد، هو ده بيعيبه على المنطق صادق. بس خليني اقول لك حاجه ابو احمد، خليني اقول لك حاجه ابو احمد، انا بالنسبه لي عندي وجهه نظر شويه مختلفه في الموضوع، ترى عادي انه وجهه نظري انا شخصيا ايوه انه وجهه نظري تختلف شويه بين اليوم وبكره، لاننا كل يوم نتعلم. يسلم ويسلم. المهم شوف، انا يوم من الايام انطلب مني اسوي اعلان عطور ورفضت، بعدين بعد فتره رجعوا كلموني فرفضت، فاصروا علي، قلت له حبيب قلبي انا رجل ميكانيكي وانا بقول لك اسلوبي في شراء العطور،
أنا ميزانيتي كذا كذا، أدخل المحل سلام عليكم أنا ميزانيتي 150 ريال بالله شوف لي عطر، يعطيني خيارين ثلاثة أختار منهم واحد، إذا هو بيع شاطر يقول لي طب هذه نرفعها 200 غالبا أقول له نعم تمام يعني كمثال، واشتري وامشي. اروح عند البداب بتقول لي العطر ذا عليك وجلال لا تتعطر فيه. انا لسه بقول 150 ريال زيت فرامل فبس بقول لك. ففهمت السالفه، قال لي شوف انا احمد انا ما ابغاك تبيع، انا عندي حمله تسويقيه ابغى اسمع فيها الاسم، فبس مطلوب منك انك تعلن عن عطرنا هذا بالتاريخ الفلاني، وفي ناس ثانيه هي اللي شغلتها تبيع، فاحنا بس نبغى نسمع الناس. المهم برضو رفضت اخر مره، اصروا علي قلت اوكي ما عاد تناقش معي. جبت حطيت العطور قدامي، كنت في الرياض. السلام عليكم يا جماعه، انا ترى ما افهم في العطور. عجبني تمام والله. اسمعني اسمعني، بس خبراء العطور يقولوا ان العطر هذا مناسب بتطلع مع اصحابك بتطلع، بس ترى ما ينفع تتعطر فيه في البيت لانه ريحته عاليه شويه. والله بديت افهم الموضوع، تصدق فعليا العطر الرومانسي. ايوه شفت كيف. تمام، العطر هذا يقولوا عنه مناسب لفتره يعني سهره مساء حاجه شيء، العطر هم يقولوا مو انا، انا ما افهم فيها حاجه، لكن انا شخصيا بعد ما شميت الريحه اعجبني هذا، وصدق قلت رايي بصراحه. انبسطوا كثير من الاعلان، انبسطوا كثير تمام. مع ان فانا كنت صادق مع نفسي انه انا ما افهم بالعطور، بس هم يقولوا كذا تمام. جربته في الخط لسه معي. المهم فالشاهد قبل امس قاعد اشوف اعلان كذا بالصدفه، طلع لي اعلان عطور تمام، فشوي واحد يقول العطر هذا ذيل العطري كذا كذا كذا، بديت اتخيل انه هو ماشي ريحه العطر وراه، فقدر يوصل لك معلومه. انت ك اسمح لك اقطعك انا، انا المعلومه دي اعرفها من سنين طويله جدا من توم اند جيري لما كان يشم الجبنه بتلاقي العطر جاي في الهواء. يمكن يمكن حنيت للطفوله. المهم فبس بس بقول لك وجهه نظري الثانيه، انت لما تحط نفسك مكان الطرف الثاني اللي هو اللي يبغى يبيع الشركه، صدقا حتبحث عن الناس اللي تبيع لك. صح. مزبوط. صح. فالناس هذه قادره تبيع فطبيعي. فأنا يعني خليني أقول أنه وجهة نظر، الحق يقع على الشركات وليس على الأشخاص في أنها ترفع من وعي الناس اللي يقعد يشتغل معها. يعني كلنا نحضر في أو جزء من طبعاً أنت كإعلامي يجب أنك تثقف نفسك تقرأ وا 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 وا، وما هو عيب أنك تقول الشيء الفلاني ما أعرفه، ولكن برضو كل مرة نحضر مثلاً تدشين سيارة أو شيء، جدلاً كثير منهم التقديم باللغة الإنجليزية بالكامل، فحتلقى ابو معتصم ما شاء الله لاقط ايش قاعدين يقولوا، ابو احمد انا لقطت لي ثلاث كلمات طلعت اتفلسف فيها بحكم انه انجليزيته متوسطه كذا يقول فلسفه. بس في ناس لا فعليا، في ناس فعليا حضر معاك الحفل عشان يسوق لك لسيارتك، وطلع هو ما هو داري انت ايش قلت. غير كذا مدراء المنتج حبايبنا. الله شوف صار معي موقف برضو لازم اقوله. انا موقف كثير الرساله انت بتوصلها في الاولاني انك انت في 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 منطقه عربيه في سوق عربي خلينا نقول 95-98% منه، ليش تجيب ناس يتكلموا باللغه الانجليزيه بالضبط. عشان تعرف بمنتج اللي تبغى بمنتج واغلب، وفي جزء كبير من الاعلاميين هذول ما يتكلموا الاغلبيه العظمى. الاغلبيه العظمى مندوب الشركه الام حاضر وانا فاهم، جيب مترجم ايه حط له ترجم حقه وعم يسلم السيناريو مكتوب بلغته الثانيه. يعني هذا اللي عجبني مثلا في حفل كان حق سارة يابانية بعض السيارات الكورية، تكلموا بلغتهم وتكلموا بلغتنا فاحترموا الاثنين، وهذا كان اللي عجبني يمكن في الثقافة الشرق آسيوية، عندهم حكاية كثير الاحترام الآخرين، فهمت علي كيف؟ مقارنة شوي يمكن بالأوروبيين. شوف في بعضهم حتى وصلوا لأكثر من كذا، يعني مثال بعض شركات السيارات أصلا اللي يقدم السيارة لا هو من إعلاميين السيارات ولا هو من الشركة، جايبين شخص من برا يقدم سيارة تبغى الإعلاميين بكرة يسوقوا لك السيارة هذه، هم مو عارفين أي معلومة عنها. كمان شغلة ثانية حقول لك قصة صارت معاي في أكثر من شركة وكيف تعاطت معها كل شركة. في سيارة أخذت السيارة وجربتها وكان فيها مصيبة في الكيربوكس بلا مبالغة، اتصلت عليهم سلام عليكم في عندكم كذا كذا كذا، عشان ما أطيل بالموضوع أنا أسلوبي أكلم الشركة إذا قالت لي أنشر أنشر، قالت لي لا تنشر أرجع لهم سيارتهم.
يمكن البعض ينتقدني يقول لي طب ليش ما تنشر معلومة أنت عرفتها؟ ممكن أتعرض لمساءلات قانونية وقصة طويلة. فكلمته كثير من الجمهور ما يفهمه بالضبط انه انت في تبعات قانونيه كثير بالضبط انه في عمليه لما قلت الاسم ليه كذا ليه انت خايف ليه كذا العصوره الخضراء في صحيح. كميه تبعات قانونيه عشان ترضي جمهور عاطفيا انت تلبس سجن وجدار وغرامات طويله عريضه صحيح. فالشاهد كلمتهم قلت لهم سيارتكم فيها كذا 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 قالوا لي انشر الفيديو قلت ارسلوا لي ايميل ارسلوا لي ايميل نشرت الفيديو احترمت فيهم مصداقيتهم لدرجه انه سمحوا لي أقول معلومة أي واحد عاقل يشوف الفيديو ما حيشتري السيارة. أوكي؟ هذا قليل. رجعت لقيت بعد 3 أيام أو 5 أيام واحد من الأقارب شاري نفس السيارة حبيبنا. قال لي والله شفت الاستعراض حقك. طيب ما سمعتني أقول إنه فيها مصيبة. قال لا بس ما بسوق زيك. أنا ما بسوق زيك. هذه الوحدة هذه إنجاز كبير. اسمعني. في فرق كبير من تجربة وبين إعلام. بالضبط. قال لي بس أنا ما بسوق زيك ولا بطلع نفس العقبات اللي انطلعت لك. قلت عليك بالعافية يعني بس والله أنا قايل وناقشت مدير المنتج بالمناسبة بعدها بفترة قلت له ليش أنتوا سمحتوا لي إني أقول معلومة؟ قال لي شوف واحد إحنا إن شاء الله نصادقين مع ما نطرحه سواء لميديا أو غيره أو اثنين كلمنا المصنع اللي انطفشنا وما عدلوا المشكلة. 3 أنا ما أبغى أبيع على الناس اللي في المناطق الجبلية هذا النوع من السيارات عشان ما يشغلوني بالأعطال. أنا لو أبيع في جدة في مناطق مستوية ويكفي يعني ما أبغى أبيع هنا وأتمشكل. المهم شوف المشكلة نفسها حصلت مع شركة ثانية قالوا لي انشر. جيت في الفيس ليفت لنفس السيارة خلصوا قلت ما أبغى أحرج مدير المنتج قدام الشباب أو سلام عليكم أنا جربت الجيل السابق السيارة رائعة بس فيها المشكلة الفلانية ونصا الجير بوكس بيسخن. قال لي لا إحنا حسننا من انسيابية السيارة وإن شاء الله الأمور طيبة. بعد ما جاوبني كده تركته ومشيت. انسيابية في ناحية والتبريد في ناحية بالضبط. فكلمة مدير منتج مفهومة عندنا هنا عند شركات السيارات إنه جيب فلان وحطه مدير منتج. لا يا حبيبي إذا مدير المنتج ما هو فاهم أدق التفاصيل الفنية والتقنية اللي قاعدة تصير في السيارة ترى سيارتك هذه ما راح تتطور. أرجع لكلمة قلتها حافظ مش فاهم. فكذا فهم دحين كلمة حافظ مش فاهم. بالضبط. خذ النقطة اللي أنا. خذ الأخيرة وشركة أقف لها احتراما صار معي نفس الموقف. ألو السلام عليكم السيارة صار فيها كذا كذا. قالوا لي خليها حنتصرف. جابوا فريق فني وجابوا خبراء وراحوا جربوا السيارة في نفس المكان اللي أنا جربت فيه وحلوها فورا. وحلوها في ريكول وحلوها في المشاكل. القادمة. فهنا يعني الفكر هنا تحترم شركة بالضبط بالضبط بالضبط. يعني انت بعض الاحيان تشوف شغلات في سيارات بسيطة جدا هم لو سألوا اي واحد من اللي جربوا السيارة حيقولهم والله لو عدلتوا الشيء الفلاني السيارة حتصير احسن. اشياء ظاهرة للعين وتلقاها جيلين وثلاثة واربعة زي ما هي بسبب انه اللي قاعد يبيع السيارة بس فكرته انه كيف ابيع بس انه مو كيف استمر كيف اطور كيف اخلي سيارتي تاخذ حصة من هذا السوق. شركة كيا افتكر مرة مرات قبل قريب 10 سنين تقريبا صورت سيارة جربتها الوكيل بعتها الفيديو الشركة لهم عند مكتب ترجمونا الفيديو بالكامل ترجموا لهم الفيديو اللي بعتوه كامل رجعوا بردوا فين تأخرتوا في الترجمة في الترجمة قالوا بنترجم قالوا لا احنا ترجمنا لنا الانتقادات ما لنا ميزات قصروا مشوار الزمن ما ابو حسن ايش مدح في السيارة قال ابو انتقادات حسن حطوا لهم انتقادات حسن فجأة لقيت اسمي أنا وزوجتي في طيارة على كوريا مع مجموعة من اللي كان بيكرموهم أنا ما كنت أكرم تعال من بعد قلت هنضرب ولا حاجة تعال رحت أنا الكل يعلم إنه المصور حقي خارج المملكة زوجتي أم أحمد هي اللي بتساعدني في التصوير كل شيء زال الله خير فجينا كذا قاعد والله لو أقول لك جلسة تحقيق مطولة بدون زعل بدون زعل جابوا لي المهندسين حقون الحديد حقون البرمجة الحديد تبع الهيت ديسيبيشن التبديد الحراري حقون التبريد شوف جيب لك الحديد حقون اللحام حقون النفق حق الانسيابية عملوا لي ورشة عمل كاملة وقعدنا نتكلم ووصلنا بعدين في النهاية انه اللي كمان لنوعية البلاستيك انتوا جربتوا هنا طب انتوا ما بتجربوا في مناطق حارة طب لا احنا جربنا هنا السيد السعودي اكبر لك تعال جرب من انك تجرب مثلا في دبي تعال الله يسعدك في عز الصيف عندنا انا اخذك مقاوله كده سفري اخذك جده الطايف جده الرياض جده ابها جده هنا هناك نشحطتك وتجرب بنفسك وكمبيوتراتك موجوده شركه هوندا انا اعرف انه مسوي شيء ده جامد شركه فورد شفتهم في كم حاجه في استراليا وهنا سووها
ميمكي كمان الله يسعدك في كذا شركة. أيوة شركة شانغان أفتكر كمان برضو عشان فرحقاني كان من ضمن النقاط لما قبل ما يوقع الوكالة فكنت في اجتماع طلبوني مع الشيخ وقعدنا معك جماعة الصينيين يطالعوا لي فجأة قالوا أنا ما أوقع الوكالة إلا لما حسن يقول أوكي. قلت أنا ما لقى شغل حقك. قال لا والله ما أوقع. أنا تقولي وجان الصينيين قلت عشان أقول إيه وأنا ممكن أطير لك الديل لأنه في كذا حاجة كذا نقطة أنا ما أنا شايفها ضميريا ما أنا مستريح فيها. جابوا الناس قالوا ايش نعمل؟ قلت له عندك الجير بوكس لازم يكون كذا او كذا يا زدف يا ايزي التكييف بس احسن يكون دنسل بوش كويس بس عشان الجو انا حر كذا كذا. المهم قعدنا تناقشنا في عمق التصنيع وصلبه وجابوا السيارات وقلت له لازم سفريه في عز الصيف في السعوديه في ربوع بلادي بكمبيوترات والمرئيات حقتكم الفيدباك حتى فتحه التبريد الاضافيه حقت الانتركولر اللي انا كنت طالبها فتحوها اللي تيجي. قلت له قال لي الجو عندك كويس هنا انا عندي جو كويس عندك الساحل الغربي والساحل الشرقي اطلع المدينه منوره اطلع الرياض المدن الداخليه في عز الصيف حتعرفهم الله حق الرطوبه هنا على قد ما انها مزعجه لكنها بتكون رحمه في عمليه التبريد. والله طلعوا شافوا المره رجع قالوا لي كل الكومنتس اللي قلتها ابعت لها هي مكتوبه حطيت لها 100 مكتوبه مع اضافات ثانيه في عزل الصوت وغيره وغيره في الجيل الاول بعد في الجيل الثاني في تطويره فهذه الشركات فبدخل عليك هنا انه كثير من الناس يجي يقول لك يا اخي طب انا ايش الفرق بين السياره اللي مثلا في اريزونا في امريكا طب اريزونا درجه حرارتها عاليه وبين السياره اللي تجي الشرق الاوسط. فهنا هنا وهذا سؤال لكم ليش انا اشتري سياره من السوق السعودي او من مواصفات خليجيه خلينا نقول انه اصبحت مواصفات تقريبا موحده وما اشتري سياره مثلا من اوروبا واجيبها لهنا اخذ لي بي ام من 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 المانيا واجيبها السعوديه واخذ لي فورد من 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 امريكا واجيبها هنا. انا بقول لك وجهه نظري القديم انساليه موديلات قديمه ما حد تكلم عنها. الموديلات الجديده الحديثه من السيارات انا اقول لك عادي جيب سياره من امريكا قلتها امريكا المره هذه من امريكا وجيبها على السعوديه وحتعيش معك كويس خصوصا إذا عدلت البرمجة حقتها. ليش؟ يعني مثال أنا كشخص أشتغل على برمجة سيارات بيدي مش برمجة تعديل وحركات مراهقين وحاجة تسوونها أنتم لا ما لنا علاقة فيها. لا ما عندي باك فاير الشغلات هذه عندي. لا إيش باك فاير كده يجي الباك فاير عليك عذرا ترى أنا أمزح والله بس لا يفهموني بعض الشباب غلط. لا ما أنا محب يعني الأمور هذه. المهم لما أجي مثلا أسوي أبديت للترانزميشن حق اليوكن حلاقي منزل لي اكثر من خيار قاعد يقول لي هذه للميدل ايست هذه للدول الفلانيه بل حتى الراديو بكبره. انت هنا تتكلم بس على سوفت وير. اوكي اوكي ما انا جاي انا جايك انا جايك. فالتحكم في السيارات الحديثه اصبح خليني اقول كمبيوترايزد بالضبط اكثر من انه ميكانيك. يعني احنا عندنا مروحه تشتغل اذا وصلت درجه الحراره 85 تمام. انت في القطب الشمالي ولا في جده هي حتشتغل اذا وصلت حرارتك كم 85. انت عندك بلف حيقفل في التوقيت الفلاني تمام. بل احيانا تتفوق اللي في المواصفات الامريكيه عن اللي عندنا. يعني انا اقول لك مثال الوالد رحمه الله عليه كان معاه يوكن 2002 مواصفات امريكيه كولنت ليفل سنسور موجود فيه تنقص موية الريديتر يقول لك عبي الريديتر. 2022 ما عندنا في المواصفات السعودية تمام. فالأويل ليفل سنسور نفس الكلام روح شوف يوكن روح شوف. أنا ما بتكلم أنا ما بتكلم على هاردوير تابع لي لصافت. الاختلافات حتكون بسيطة جدا لو في اختلافات. أنا وجهة نظري شوف بعض السيارات تصنع للعالم جلوبال زي ما انت عارف تمام. يعني لما تتكلم عن مرسيدس بنز لما تتكلم عن بي ام دبليو لما تتكلم عن جي ام لما تتكلم عن فورد السياره اللي في السعوديه هي نفس السياره اللي في امريكا وجهه نظر. اذا في اختلافات فهي بسيطه جدا 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 تخص مواصفات ومقاييس ريموت كنترول يختلف لون الصب يختلف الريديتر ممكن يختلف بشكل بسيط لكن بقيه السياره هي نفسها ولو كان في افضليه فهي اللي في امريكا. هذه وجهة نظري البسيطة. أقول لك أنا أتفق معك في القديم أتفق معك في نفس وجهة نظري لأنه القديم كان مختلف. الجديد أقول لك فيه اختلافات في حول 10%. طبعا عندك الضمان أنا لسه مسوي زي مشتري مرسيدس ومشتري ضمان عالمي معه
نفس الطبلون والاشياء الثانيه اللي بيحطوا لك هي حقت الاجواء الحاره عندنا هنا الاشياء هذه في شيء هنا براعوا انه عندنا يكون الجو اللي هي احنا اعلى اقليم في العالم في الاشعه فوق البنفسجيه وتحت الحمراء. حتى افتكر ايام ابو الهمرات لما نزلت الاتش 2 كان في مشكله في جدران الكفرات كلها لان جابوا شحنه ثانيه لانه ما كانت ما حد في العالم عنده كميه انفراريدز اللي عندنا. طبعا بتاثر على سميه المفروشات والبلاستيك والاشياء الداخليه للسياره عشان كذا بنقول نسم الشباك شوي. احيانا نروح بعد لك هنا اويل كولر مبرد زيت جير بوكس اكبر مبرد لفرنس اكبر حاجات زي كذا نوعيه الزيوت اشياء زي كذا انا اتوقع ما زال انا اتوقع طبعا غير نقاط اللحام والاشياء الموجوده فيها الكوندنسر حق التكييف وانا اتوقع في عندك ما زال الى 10% اختلاف و 90% الثانيه صارت على قولهم بالبرمجه اللي هو خلاص هو ما سمعنا وجهه نظره لو ورطنا احنا الاثنين انا اشوف انه في 10 15 يعني ما هي سوفت وير لا حتى في الـ في الـ في الـ في الهاردوير في الميكانكس تبع السيارات فيه افتكر كنت مع فريق فورد لما كنا في كيك لما اخذونا على كيك فورد مع حكم حمارنا فوالله الله يجزي الخير يعني شرح لي كثير اشياء واحده من الاشياء بيقول لي مثلا كيف اختبروا الفرامل الان انت عندك في العقبه ولا مثلا عقبه المحمديه هنا في انت طالع الشفا او عندكم تحت في الجنوب فانت عندك عقبات هائله طب يا اخي الفرامل هتشتغل زي لما تشتغل في دبي ولا في الرياض اكيد لا مناطق مستويه فيقول لي ركبوا عليها لما سالته قال لي بيركبوا عليها حساسات فانا يعني اوكي ايش هي قياس الارتفاع الحراري يقول لي اذا ما خانتني الذاكره يركب عليها 12-14 حساس على الهوب فتلاقي الكفر طالع منه حساسات واشياء زي كده يطلع منها عشان يعرفوا الهوب كم يوصل درجه حراره الكليبر الزيت اللي جوه الكليبر الفرامل المسمار تبع الفرامل كل الاشياء هذه عشان ياخذوا معطيات بناء عليه يعمل تغييرات معينه ولا ما يعملها تجي على الجير تلاقي مثلا يا اخي هل احتاج انتر كولر فيه ولا ما احتاج انتر كولر في امريكا ما احتاج انتر كولر الانتر كولر تبع سيارات التيربو حجمه هنا كيف حيكون بالنسبه لسياره في اوروبا اغلب الاوقات مثلا الجو بارد وكذا ففي اشياء اللي هي لها علاقه بالحراره والبروده والفريكشن ديوربيليتي هي اللي حيفرق معك انا اتفق معك زي ما قلت لك ولكن الفروقات كل ما طلعنا بالموديلات بدات تقل خذ بالك اذا تسمح لي كمان نقطه ثانيه لما تشوف مرسيدس راح امريكا كبرفورمانس اداء اوتوبان المانيا تعال جي على السعودية ما راح بعيد مراد فلات روح لي في أمريكا البرمجة حقها أضعف شوية ممكن أدلعك في أشياء تانية لأنه بيشتروا خطوط إنتاج كاملة فتلاقي السعر شوية ناحية الأداء ما بيعطيك زي الأداء اللي زي هنا بيديك أكثر نفس المشكلة أفتكر مرة من زمان كان واحد من الشباب أصحابنا طالع مشتري بس مش بيجيرو هنا قال لي يا أخي هنا غير أخذت السيارة مبسوط فيها ورحت على لبنان غير كيف قلت له فرق الدفرنس قال لي كيف قلت له هنا اراضي مسطحه ريشيو هناك الريشيو في لبنان جبال عندك بيطلع ديفرنس قصير بديك القمه بس ما يديك الخط فهمت على كيف فبيساعدك مع بسند الجير بوكس مع الماكينه في السياره يعني أيوة. كلام جدا صحيح بسيطه يعني حتى لو تلاحظ ايام زمان في الكامارو في الكوربيت في بما انه مجالك تلاقي يقول لك والله في ديك 2 تو 3 ريشيوز للديفرنس تختار بينها هو اللي تاخذ الكوبو ايوه تاخذ الكوبو حقت السباقات جاهزه وغيره ففي بعض الاشياء الا ما خلينا نقول زي الست اللي في البيت بتطبخ والله نسبة الملح شوية أزواد أو نسبة السكر شوية لكن أزواد. الأشياء الأساسية في السيارة تقريبا بتكون واحدة لما تجي مثلا بالذات أنا مثلا يوصلني كثير يمكن الأخوة في العراق كثير يشتروا سيارات من برا يجيب سيارات من أمريكا أمريكا إيه فمن أمريكا فبيسألوني دائما يبعت لي يا أخي أنا جبت سيارتي من أمريكا إيش أغير الزيت أنا أقول له غير الزيت اللي يوصي عليه نفس الوكيل عندك في البلد اللي انت مقيم فيه لانه المحرك كخلوص هو واحد منتج لكل السيارات لكن درجه اللزوجه حتختلف من لو انت في على الطقس الاسكيمو ولا انت في الرياض والبنزين والطقس والجو عندنا الرومانسي والشاعر جدا اكيد الان يجب التدريب هل في عندنا يعني انا اشوف سوق عندنا شباب يمكن في قصيم وفي مناطق ثانيه ما شاء الله مفككين سيارات ومعدلين وملغمين وكفرات حراثه وفجر ام التلو طالع لفوق طيب بالعكس انا فعلا قبل احتراما عليه انا معجب في الكفاءات هذه وتجي احيانا في كفاءات سعوديه كافيه بحثت كلمه كافيه مليون خط وعندنا معاهد انا كنت في المعهد الصناعي قبل فتره عندهم بصراحه كفاءات وشغل جبار بس في فقر اعلامي
تيجي مثلا عندك سجائي من ناحية ثانية قد يكون أوفر حظا من ناحية الإعلامية لكنه في العمرية يجي بعد المعهد الصناعي. فهل عندنا معاهد صناعية كافية؟ يعني أنا عن نفسي شاغل نفسي اليومين دول كده كل فترة كل ما أشوف تقنية جديدة تنزل اللي فينا ما يخلينا عارف لازم واحدة ولا ما ينفع. عندي مشكلة إني مش نقول ما أعرف، أنا زي ما أعرف أقول ما أعرف، بس عندي مشكلة ليش ما أعرف؟ لازم أروح أعرف، فهمت كيف؟ فقضي وقتي في حاجة علم مفيدة نسيت، فقاعد شغل نفسي بال 3D scanners 3D printer والبويات وحاجات كده دخل فيها في راسي كده فكرة مجنونة شوي. فلما تيجي تسأل عن ناحية زي كده والمولدينج والسي إن سي، فهمت على كيف إنه الحين كل المكان صار تيجي وكان تدو دي أي واحد دو ترسل تقدر تسوي نفسك. فلقيت إنه في عندنا جوع أو عطش أو تعطش للنواحي دي كلها ولسه ما عندنا في يمكن رغبة في الرهبة وما في المعاهد اللي بتقدم لك كفاءات علمتهم أو طورت الناحية دي بسرعة بأسعار معقولة للجمهور كده. فما أعرف أنتوا أنت عندك ورشة أنت عندك ورشة وأنا قاعد أتريق على ورشكم أنتوا الاثنين ففي يعني بولينج شوية. والله يعني التدريب المهني بشكل عام يمكن خلينا نتكلم بما يخص السيارات هذا اللي افهم فيه ما ابغى ادخل فيه في شيء اخر يمكن المعهد السعودي الياباني هو افضل انتيتي او افضل مكان انت ممكن تروح له وتتخرج منه. لكن كمان في نظري في فقر شديد لانه كل اللي بيستقبلوهم 500 طالب. فهو اظن يعني بمعنى كل سمستر عنده 250 لانه بيتخرجوا 250 ف250 فكل فانت من 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 37 مليون في المملكه مثلا تتكلم على 250. طبعا في الكليه التقنيه في المعهد المهني بس في فقر في هذا الشيء تحتاج لهذا الامر. شخصيا عرض علي اكثر من والله يمكن 5-6 مرات وحتى كنت مع المعهد السعودي الياباني قبل يمكن شهرين ثلاثة وحبذا لو نرجع نكمل هذا الموضوع اللي هو لك يا أخي ترى في إمكانية أنك أنت تتعلم أونلاين. يعني 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 أنا ميكانيكي صار لي 20 سنة بفك وركب سيارات بس يا أخي أنا ما أعرف النتوء هذا اللي في الفرامل ليش، أنا ما أعرف ليش زيت الفرامل لازم تغير كل سنتين، فأنا ليش ما أدرس؟ وبالذات الجيل الجديد الآن صار يعني على يوتيوب والدنيا هذه، ففي إمكانية كبيرة أن الواحد يطور من الشباب الموجودين سعودي أو غير سعودي بأنه يرفع من قدراتهم. وحتى الـ يعني الحكومة والهيئات هنا زي ما أنت بتدخل عندك تتأكد أن الطبيب يعرف يصلح، أنت تحتاج أنك أنت كمان توصل لمرحلة. يعني مثلا أنا أجي أغير قماش فرامل ب200 ريال وروح تلاقي واحد على الناصية هناك يغيره ب20 ريال. طب يا أخي أنا بعطي ضمان، أنا مدرب، أنا عامل، أنا عندي خراطة، أنا كل شيء، ولكن الطرف الثاني هذا يا أخي دوبه بزرادية ولو محتاج تول يروح يسخنه ويلويه ويسوي فيه. فأنت محتاج أنك ترفع من قدرة الناس ومن كادر الناس. في أمريكا ما أعرف اللي يعرف منك ما زي أبو فيصل يعرف ولا لا، في حاجة اسمها ASE Certification ما أدري إذا شفتها، عبارة عن اختبار. أنا حصلت على هذا الاختبار، اختبار عبارة عن في الوقت اللي أنا أخذته فيه مدته 5 سنوات، كل 5 سنوات لازم تغير. فأنا expired من زمان يعني هذا، بس الشاهد أنه هو عبارة عن 8 أو 9 اختبارات مختلفة عن البريك، سسبنشن، الانجن، ترانسميشن، الكتريكال، اير كونديشنينج، ما ادري ايش هذا، فتختبر فيها. والاختبار موحد في كل امريكا يعني من 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 نيويورك للوس انجلوس لهاواي مو لوس انجلوس كلها. فانا اخذته كان من 5 لـ1 في الليل عشان يراعوا نيويورك ويراعوا هذا كله بنفس الوقت، يصير مرتين في السنه عشان تاخذ الاختبار ده وتصير سيرتيفايد. الان ايش يفرق؟ أنا وأحمد 2 ميكانيكية، هو عنده 10 سنين خبرة، أنا عندي 10 سنين خبرة. في أمريكا لما تروح تقدم على وظيفة، أحمد كم سعر التول باكس حقتك؟ الميكانيكي هو اللي عنده التول باكس، مش المحل اللي يعطي لك. فإذا هو التول باكس حقته ب$10,000 وأنا ب2000 يا عمي أنا ما أفهم، هو اللي تعبان على نفسه. فالآن خلينا نفترض 10 سنين خبرة، 10 سنين خبرة، تول باكس ب$10,000، تول باكس ب$10,000 وأكثر كمان ترى توصل، ماشي الحال. لكن هو عنده ASE certification، أنا ما عندي. هو ياخذ
40-50% أكثر مني راتب، مع أنه إحنا شغالين في نفس الديلر في نفس المكان في نفس كل شيء، فقط لأنك أنت حصلت على شيء أنا معترف بأنك أنت فاهم، والاختبار صعب، وعلى فكرة كله multiple choice. أكيد. ما في شيء كتاب، بس أنت سؤال أربع خيارات، يلا اللي بعده اللي بعده، بس تكلم على 6 ساعات الاختبار، لكن يطلع يفرزك من أبو 10 ريال فرامل وأبو 100 ريال فرامل، وتستطيع أنت بهذا الشكل. إن وأتمنى إنه هذا الشيء يصير عندنا هنا، مو عشان يكون في ناس فاهمة ما هي ناس، لا خلينا نرفع من قدرة الناس ويصير واحدة منهم. أتمنى لو يضيفوا هذا الأمر عليه. شوف أنا خليني أقول، الناس ما تصير إنه يصير يقول لك يعني يتعلم الحلقة فرصة اليوتا، ما أنا ما ودي سألت الورشة الفلانية ألاقي عنده زي الدكتور، ما حطت لك زمالة دكتوراه زميل كده، فتعرف أنت رايح. حتى لما أجي مثلا أنت بتحط سعر، والله شايف السعر قد يكون ما بدك كلمة مرتفع، بس قد يكون أعلى من غيرك، بس مقارنة بالخبرات عندك يعني أنا هدفع عن مستريح ومبسوط وقلبي يعني. شوف أحمد، يعني خليني أقول أضيف على كلامكم الجميل كذا. مرة أنا أطلع في تلفزيون وا 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 وأتكلم عن مشاكل ورش السيارات، وكلمة دائما أكررها، ترى اللي قاعد يصير في السوق ما هو كله غش، ترى مو الناس اللي قاعد، ترى في جزء منه قلة معرفة أوكي وقلة خبرة. يوم الأيام صار لي موقف زعلني، دخل عندي عميل وأنا جالس في مكان وصار بيني وبينه مشادة، فقال لي كلمة زعلتني كثير بوقتها بصراحة، قال لي أنت لو فيك خير ما أنت جالس هنا، ينتقص من وجودي في ورشة سيارات كده. نفسي وقتها أقول له أنت تعال وريني السي في حقك، أنت إيش سويت في حياتك عشان أنا أوريك إيش سويت. الشاهد لما نجيبها بحسن ظن أو بحسن نية، هو ما يعرف المحرك هذا وش سوى. مكان اللي احنا جالسين فيه الان قاعدين نصور انا وانت وكاميراتنا والنقل الكهربائي واللوجستيك اللي حول العالم والثورة الصناعية من بداياتها الاولى صارت بسبب هذا المحرك. امبراطور اليابان نايم على صوت المحرك عشان يستمتع، لانه عارف انه قدامه الثورة عظيمة بسبب هذا المحرك. لو تشوف دول العالم اللي تطورت كثير ما تلقى ترى الخيار الأول لخريجين الثانوية العامة مثلا أنه يروح تخصص طبي مثلا، ممكن تلقى يعني خليني أقول الخيارات الأولى هي الخيارات التقنية بالنسبة للشباب والهندسية. عندنا هنا عذرا خليني أقولها بكل صراحة، اللي ما ينقبل في الجامعة يروح الكلية التقنية، حطيناها إحنا في مكان نازل وما إحنا عارفين أهميتها، بس إحنا الآن عندنا فرصة عظيمة، عندنا فرصة عظيمة، لأنه زي ما محرك الاحتراق الداخلي سوى ثورة صناعية وسوى كهرباء وسوى لوجستيك ووصل ثقافات للشعوب وقطارات و إلى آخره، الثورة الصناعية الجاية هي خليني أقول حننسى فيها محرك الاحتراق الداخلي. هو جاء وانتهى وانقرض وقرب ينقرض وإحنا ما أتقناه، خلينا لا نفوت الفرصة الجاية. الفرصة الجاية محرك أو عفوا السيارات الكهربائية والتقنيات اللي فيها هي مستقبل، وعندنا فرصة كبيرة أنه نبدأ نتعلمها، خصوصا مع وجود مصانع داخل المملكة مثل سير مثل لوسيد مثل غيرها. أقول لك موقف صار معايا، أفرد عضلاتي شوية يعني كذا أبرز ثقافتي. لما كنت أدرس في الجامعة كان في مسابقة في الإلقاء والخطابة، ومطلوب فيها أنك تلقي خطاب على الجمهور وتقنعهم بما تقول في خلال دقائق معينة. فكان في شباب ما شاء الله تبارك الله مبدعين، كان قدامي طبيب وقبله مهندس واوا. أنا في ذيك الفترة كنت أدرس نظم معلومات في الجامعة، فأنا قرر واحد من الدكاترة اللي يدرسني أنه لازم تشارك، شاركت على مضض، أخذت واحد من فيديوهاتي على قناتي في اليوتيوب كانت لسه في بداياتها وأرسلت له، قلت له هذه مشاركتي، تك 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 فزنا وصلنا للتصفيات النهائية. طلعت قدام الجمهور وأشرح، شرحت الانسترمنت كنستر كيف بيشتغل طبلون السيارة واللمبات اللي فيه خلصت. قام سألني واحد من الدكاترة في لجنة الحكم، قال لي انت ايش تخصصك؟ قلت له نظم معلومات. قال لي ايش وداك للسيارات؟ قلت له انا ما تكلمت عن السيارات، فين السيارات في الموضوع؟ قال لي طبلون. قلت له لا، انا قاعد اكلمك عن تقنية بحتة، قاعد اكلمك عن تحويل اشارات من ديجيتال الى انالوج، قاعد اكلمك عن بروسيسور، قاعد اكلمك عن ايبروب، قاعد اكلمك عن اوامر، ما كلمتك عن زيوت ولا عن محرك ولا عن اي حركه ميكانيكيه. وانا بوجهه نظري البسيطه قاعد اشوف السياره
سيرفر يمشي على 4 كفرات. أنا أتعامل مع هذا السيرفر، الميكانيك خليه. يعني سيارات من بداياتها إلى اليوم تقريبا كل شيء فيها تغير. مرسيدس سووا لنا سيارة على 3 كفرات ويعبوها بنزين أو خفيو، خليني أقول من الصيدلية، هي باقي الكفرات دائرية وباقي في سائق. الكفرات ما حيغيروها، بس السائق حيشيلوه قريبا. إلا إذا بيكنسلوها بتصير تطير. إحنا الآن قدام ثورة تقنية فظيعة جدا حتدخل فيها التقنية للسيارات، وحيطلع المحرك هذا برا. إذا ما استغليناها وعلمنا شبابنا، وترى شبابنا بيحبوا يتعلموا، صدقني بعد 20 سنة إذا أعطانا رب العالمين عمر وعافية إلى ذلك اليوم، حنقعد نتناقش. تتذكروا عام 2024 يوم كنا والله قلت لهم من زمان تعلموا بس ما رضيوا. فيمكن برضو إحنا علينا واجب، إحنا كأبناء بلد وكأخوة وحبايب مقيمين في البلد، إنه نوعي، إنه نثقف، إنه يا جماعة انتبهوا لهذا المجال، وإن شاء الله القادم أجمل. إحنا هناخد بريك هنا 10 دقائق، لكن تأكيد لك كلامك نقطة صدق. أنا قاعد أحمل شرفت بتعلم رش هواي سهرات. أنا قلبت زراعة وأوريك شجرة حقتي إذا رجعت أبها بالتقنية IoT. أنا اكتشفت أن الآيفون 15 برو ماكس الجديد تنزل عليه السوفتوير، تعمل عليه الـ 3D scanning وبعدين تحولها للبرينتر تطبعها بالجوال. قديم انت. دقيقة أبو أحمد دقيقة يا سيري طفي المكيف، راح احطه سايلنت. انا بس اللي هناك انا زرعت بالايو تي، قاعد ازرع ورده زهر قرنفل عندي في الصاله ما شاء الله تبارك الله. بدا يطلع يعني كذا، وحسيت اني صرت احمد الشجره لما اسافر ارجع بها عشان اشوفها في عرفه. ما انا ارتبط في شجره زرعتها ارتبط. هنطلع بريك، ناخذ 10 دقائق بريك ونرجع. ما فيش حنخلص مع الرغاين دول. انا هو خلصنا بريك. احنا الان بنتكلم، كنا نتكلم اخر شيء على التدريب وشجونه، وانه في عندنا مطلوب دعم ومعاهد اكثر للتدريب، وبعدين حتى مثلا في كورسات مختصره. يعني الحين منه التقنيه الان كلها الواحد طابعات ثلاثيه الابعاد، مكان اللي هي السي ان سي اللي هي اللي تعمل القوالب مثلا او شيء زي كذا. واحد ما يبغى يخش 4-5 سنوات، يبغى كورس 3 ساعات، فهذه المتوفر برا وبسهوله. او كيف تتعلم مثلا اساسيات انك ترش ملابس، يعني مثلا تلون ملابس، ترش سياره، حاجه زي كذا، الاصباغ. فهذه كلها اعتقد مطلوب لها تخصصات، وفي اشياء متخصصه جدا وفي اشياء اقل تخصص، بس انه حتساهم. لكن اللي موجود برا ابو احمد 99% منه باللغه الانجليزيه. في ناس ما يملكوا اللغه الانجليزيه، فيبغى المحتوى بلغه عربيه استطيع ان اوصل له. هذا نقطة يعني بنحاول نصحح السنة. خذ دخلة. أقول لك مداخلة. ليش على سبيل المثال الأتراك تشوفوا بيشتغلوا كثير في مرسيدس بنز؟ ترى هذا واحد من الأسباب. في معطيات كثيرة. واحد منها إنه نسخ جهاز فحص سيارات المرسيدس القديم، ما أعرف مؤخراً إيش صاير فيه، ترى متاح باللغة التركية. هذا واحد من الأسباب. متاح باللغة التركية. وبلغة صحيحة، يعني مش ترجمة جوجل وتكسير. وجوجل وصل إلى مراحل متقدمة، بس القصد أنه ما هي ترجمة نصية للكلمة، لا ترجمة حقيقية للمعنى. فهذا اللي خلاهم يتطوروا كثير في هذا الموضوع. سؤال لك، منطقة جبلية، منطقة ساحلية، في سيارات كثير حنوصل للكوري الياباني الامريكي الاوروبي، وكل واحد ايش يقدمه، والصيني في السوق. لكن في موديلات كثير كانت محبوبه عند الشعب وماتت. فاكر لما كان في سياره البوكس راحت، يعني كان عندنا كل ماله الميجر كروس الاس يو في، الاس يو في الدفع الرباعي الاحترافي كل ماله بينقرض وبيصغر الى كروس اوفر. الكهرباء داخله مكان البنزين. ايام زمان لسه ناس الان معلقه مع ايام الكربريتر، وصلنا احنا تطورنا توربو، ينفع ما ينفع، امور هذه كلها. ايش اللي شاف السوق؟ هل هي قوانين سياسيه، انبعاثات سامه، هي حروب اقتصاديه، هي ايش؟ وجهه نظري مجموعه معطيات، ويمكن انت ابو احمد وايضا ابو معتصم تفهموا مني في هذا الموضوع اكثر، بس هقول لك اللي عندي. اذا ما عجبك سوي له سكيب ترى عادي. المهم نسوي عدد نوصل. لا شوف، هي مجموعه معطيات، بس خليني اتكلم على مستوى شخصي. انا الان اسوق سياره، زوجتي تسوق سياره، بنتي تسوق سياره، ولدي قرب يسوق سياره، احنا 4 في البيت.
كل واحد مننا يبغى له سيارة لأن كل واحد دوامه مختلف، وأنا أبغى لي سيارة أمخمخ عليها في المدينة بس بكرة ما تنفعني إذا سافرت. تمام. فتلاقينا محتاجين في البيت 5-6 سيارات إذا تكلمنا عن احتياج. طبعا في أمور ثانية، هل عندك ميزانية؟ فبدأت الناس تفكر بطريقة، لا ليش ما تكون عندي سيارة متعددة الاستخدام، اقتصادية بس أقدر أسافر فيها، أقدر أطلع فيها جبال، ممكن أطلع فيها رمل. فالشركات قاعدة تفكر بهذا المبدأ، أنه كيف تصنع لك سيارة فعليا تلبي أكثر من احتياج. هذا رقم واحد. اثنين، الأنظمة الخاصة بالبيئة وتقليل الانبعاثات السامة وإلى آخره، وتركت تختلف من دولة إلى أخرى، لكن بالأخير العالم كله ماشي على نفس المسار. فعلى سبيل المثال في سيارات كثير توقف بيعها في المملكة العربية السعودية، ترى مو لأنها ما قاعدة تنباع ولا لأنها قاعدة تأخذ حصة سيارات أخرى، كل سيارة لها جمهورها. بس الفكرة ماني متأكد من الأرقام بس حقولها كمثال، أنه شركات السيارات الآن ملزمة بأنه أنت توفري كل سنة جدلاً 5% من مصروف الوقود. خلينا لو نقول تويوتا مثلاً كمثال، خلينا نقول جدلاً أنه اللاند كروزر بيصرف مثلاً ضعف الكوريلا، مثال أمثلة مش حقائق. فأنت مسموح لك تبيع جدلاً 4 لاند كروزر، فبالتالي ممكن تبيع 20 كوريلا بس لا تبيع ولا واحد لاند كروزر عشان ده. فبدأت الشركات تطلع سيارة وتدخل سيارة، عشان كذا نلقى مثلاً في المملكة مثلاً إصدار من إصدارات الكوريلا مو منتشر كثير في الخليج، 3 سلندر مثلاً. السر في وجوده ترى مو علشان الوكيل ما يبغى يجيب لك الأربع سلندر، لا الوكيل ملزم أنه يخفض في استهلاك الطاقة عشان يقدر يبيع منتجاته الأخرى وهكذا. فهي مجموعة معطيات اختصارها كذا، أنه الناس لابد تحد من استهلاك الطاقة، عشان تحد من استهلاك الطاقة لازم تكون عندنا سيارة متعددة الاستخدامات، ولازم تكون عندنا سيارات استهلاك الوقود لها أقل. بالإضافة لنظرة الشركات الكبيرة جي أم وهذا، لا ما بتكلم عن ربحية، بتكلم على احتياج السوق، دراسة المجتمعات. يعني لما تطلع على شركة زي جي أم ولا بي أم ولا هذول، عندهم ميزانيات دول، ميزانياتهم ميزانيات دول، فيبقى يعرف إيش يصير بعد 10 سنين، فيبدأ يدرس هو. أنت لما تلاقي الكونسبت الآن اللي هو تجي شركة بتعمل لك سيارة كونسبت اللي هي تخيلية للمستقبل، بعد فترة تلاقيها يمكن 80-90% منها بس هم شغالين لقدام. لما كنت مع الجماعة حقون فورد كنت بسأله بقول له دحين السيارة هذه مثلا الإيفرست لما نزلتوها، الإيفرست هذه متى بدأتوا فيها؟ يقول لك بدأوا فيها في 2013. أقول له قبل 8 سنين؟ قال لي 8 و10 سنوات. يبدأ بس بالتكنولوجيا، بقول له طب أنت بس أنت الماكينة اللي أنت منزلها مثلا سي تيربو جي دي آي، طب التكنولوجيا اختلفت من وقتها. قال إحنا كل الشركات بياخدوها من مصدر واحد، يعني المصادر تبع المعلومات والأبحاث والهذا بتجي من مصادر واحدة، ففين رايح الريسيرش رايح بها. فأنت السيارة اللي أنت بتشتريها الآن، وأنا ما كنت أعرف هذه المعلومة، اللي بتشتريها ب23 ترى هذه صممت واشتغل عليها واتعملت يمكن قبل حوالي 18 سنوات عشان أنت تسوقها في 23 هذا. صحيح. شوف خليني أقول لك حاجة أبو معتصم، أنا بحكم أني أحب أقرأ كثيرا وأحب ليش هذه السيارات الذاتية القيادة. أول شيء لازم نتحكم فيه إيش؟ الستيرينج. الستيرينج اللي قاعدين نشوفه الآن ونقدر نتحكم فيه بالكمبيوتر، ترى هو موجود على سياراتنا اللي قاعدة تمشي في الشوارع من أكثر من 10 سنوات و15 سنة. يعني من 2010 خذ مثال سيارات هونداي موجود فيها الدركسون الكهربائي، بس أنت اللي بتتحكم فيه، بس هم قاعدين يختبروا ويطوروا ويشوفوا إيش المشاكل وعلى أرض الواقع وواوا إلين نوصل لل 2024 يطلع لك بتقنية هو صار له فعليا 14 سنة قاعد يجرب فيها. لا وبعدين كمان عندك بيع التقنيات، يعني شركات مثلا زي فولفو كمثال بسيط، فولفو وغيرها من الشركات عنده تقنية يبيع التقنية للشركات الثانية، باع التقنية للشركة الثانية حق الاستخدام، استخدموه ورجعوا له عند المشكلة الفلانية يصلح أخذ الخلاصة، أخذ فلوس وأخذ الخلاصة وصحات بعدما نزلها في سيارته وقيده هو ردي مختلف. واحدة من الشيء اللي قابلتهم، نرجع تاني مرة لشركة كيا، أنا إيش أحترم كثير جدا الشركة دي. شركة كيا كنت بتكلم مع الراجل كم مرة في نقاشات على حكاية إنه نزلوا سيارة ديزل، فنزلوا السورينتو ديزل، كنا بنتناقش على كم حاجة نزلوها السيارات، إنه تطريز تعرف إنه من جوا اللون الأحمر والشكل الشبابي. فكم مرة كنت أوقع على اتفاقية سرية
طبعا البعض يحسب اوه كم دفعوا لك، ما دفعوا لي شيء ببلاش، هي بس كلها مشاركه معلومات، والمعلومات هذه لشركتك هي وغيرها عشان تنفع علاج المستهلك السعودي او الخليجي اللي يحبه، وبتساعده هم في الدخول للسوق بشكل يناسب المستهلك ويكون مريح له، فبتوفق راسين في الحلال اذا صح القول. من ضمن الاشياء كنا نتكلم على حكايه العيون، عيون السياره اللي هي الكاميرات التلفزيونيه، فكان من ضمن المشاكل بتكلم معاه انه احنا مثلا في كوريا ممكن تكفيهم كاميرتين، احنا هنا محتاجين 5. ليش؟ الشمس طبعا غير انه حيجيها جنان طبعا زهايمر العيون ويجيها فشل كلوي وكل حاجه من السواقه اللي بتشوفها. الشمس بتحرق بسرعه العلامات الوقوف والعلامات الطرق اللي يفطاط، واحيانا بيحطوا العاكس عليه ريفلكتيف يكون عالي مره، البويات اللي على الارض ما هي على جوده عاليه جدا، او خلينا نقول الصيانه الروتينيه السريعة لها، لأنه أنت جوك أبريسيف، جوك أبريسيف يعني بيخلي الأشياء تتآكل بسرعة. فلو تم كده أنت ديك الساعة هتقدر الكاميرات دي اللي هتقرأ تقرأ الطريق وتقرأ العلامات وتقرأ اللي راكب بسكليته واللي ماشي على رجله واللي ماشي على الرصيف. مع إنه بعض الأشياء اللي بشوفها يعني أنا بقول الله يعين المرور، تلاقي الناس واقفين في السيرة ويجيك واحد طالع فوق الرصيف بونيته معدي كده، طيب يا بابا يا حبيبي يا سيدي يا عم الله أنت إيش يعني دول كلهم مثلا يعني أنا في عند ناحية بيتي دوار مو دوار يوتر دائما ادعي يركبوا عليه انه يركبوا عليه مرور او يركبوا عليه شو اسمه رادار، يركبوا عليه اي شيء مخالفات، لانه انا امسك سيره في طريق الملك وخطوه قدام يعني انا ماسك سيره 10 دقائق 5 دقائق 8 دقائق ربع ساعه، محترم نفسي ومحترم كل الناس اللي قدام في السيره. ايش يعطيك الحق انك تجي تسقط على الكل وتكسر؟ انت ما تفهم. نعم انت ما تفهم بالضبط. بعدين هو عنده بلوت يلحق البلوت، هو طبعا في التصنيف الطبقي هو اعلى منك اهم منك، يعني هو له قيمه اكثر منك، انت قاعد كده محترم نفسك محترم الناس فانت شخص غلط. بالضبط. ف يعني اقول لك مداخلتين سريعه على الموضوع. يا رجل علموا السواقين والحريم اللي كنا متوسمين فيهم انهم الادب واللطف والنعومه، علموهم يعني الاقي واحده امها بتذاكر وكاسره يا ماما انت يعني ما اعرف يعني بأوصل مراحل مخي بيوقف بهنك، مو عارف يعني مو عارف يحسب أي معلومات يطلعها، ما في، لأنه أنا ماسك النظام يعني بحمد الله إنه ساتر ركب على صدام حديد، لو مو ركب صدام حديد ما أدري إيش كان صار فيه. عموما شوف خليني أعلق على نقطتين كذا سريعة على كلامك. أول واحدة حقت السواقة، أنا ما سافرت أوروبا كثير، هي مرة واحدة ومرتين بس شفت أشياء، طرقنا أفضل من طرقهم في كثير من العواصم. أكيد. والله طرقنا اكثر صادق من طرق. صادق هذا صادق. الاوتوبان انا سقت عليه طريق الرياض جده اطلق منه 30,000,000,000 مره، تمام بناقص رادار، تمام الاوتوبان مفتوح لا بقول لك يعني تمام، لكن العالم تتعامل مع القياده بطريقه مختلفه عن احنا نتعامل معها. يعني انا مثال، انا دائما طبعي في السواقه ادق اشاره بعدين اطالع في المرايه، تمام يعني قررت تطلع يسار اعطيها اشاره بعدين طالع في سياره ما حطلع، ما في سياره حطلع، ماشي انا على سرعه 220 ادق اشاره التفت سياره جايه من ورايا ماشي 260 لا ينتظرني اطلع، ولا يكبس لي نور ولا يدق بوري ولا ينتظرني اطلع بعدين ارجع بعدين هو يكمل. والله ما واحد دق بوري ولا كبس لي نور، بعدين بديت اركز انا صرت لازم اسوي زيهم، لا طالع اول شيء بعدين اكرر ادق اشاره ولا تجي على المسارات الضيقة قدامنا لوحة باص العالم ماشيين سيدة كده فجأة راحوا يسار رجعوا يمين وكملوا لأنه في الأرض مكتوب باص وبس الباص ما هو موجود. بس احترام بس خلاص تعودت الناس برمجوا على احترام تعودت الناس. أنا يعني أمشي في الخط اليسار، أمسك خط سفر كثير طيب جدا المدينة النورة الوالد الله يرحمه، فكنت أمشي الخط اليسار عيني في المراية فأجي أشوف واحد جاي من بعيد أفتح الطريق، أنا ماشي بسرعة 140 اللي هي السرعة القصوى، أفتح الطريق ماشي في البلد هنا بسرعه اللي هي الخط اليسار الاسرع بعدين الاقل، من يوم عيني مع المرأة اللي قدام وعيني اللي ورا اشوف اللي جاي وافتح له الطريق يعني دون مقايد او شرط، ادي بس اشاره اذا جنبي سياره بدي له اشاره انه انا والله فاهم انا عارف مقدر صبرك ومعاناتك بس اعدي السياره دي وافتح لك الطريق، فهمت كيف؟ فوي كوميونيكيت يعني نتخاطب مع بعض بلغه الاشاره، انه مدي الغماز انه انا مستني في شيء تنزل شويه يعني خصوصا ما اعرف مدارس السيدات السواقة أو في بعض المفاهيم اعتبر الخطأ اللي يجب أن تصحح. أنت ماسك الخط اليسار لو وراك أداك بوري أداك نور نزل بس على يدك ها إنه أبوس إيدك فك الطريق ما تفك الطريق.
التحرش هذا ما يصير. بالضبط. لا وبعدين طبعا في مشكله ثانيه عنيفه وهذه اخاف ان اتكلم فيها عشان لا احد يعتبرك صايد على شيء. كثير منهم وحتى مع السواقين وارجع لك على الشباب في بعضهم عايش دور انه طار الشبح حجيك هذا حجيله جاي انا ما تفتح النور هي مسكينه تحسب انه النور في الطبلون عندها نور. كل الشركات تسوي اوتو لايت كل السيارات صاير فيها ويا ريت يسووا في سيارات كثيره الى الان ما زالت واحنا 2024 وما زالت السيارات الصغيره الصغيره دي مفعوصه كتكوتيه ما حطت لك زر اوتو. زر الاوتو رحت دورت الموضوع وكنت مدار انه زر الاوتو ما في فهمت عليك. فهي لازم يكون اجباري زر الاوتو هذا موجود ها ولا تخربوه بعد كده ما عاد حد يحرك وخلاص يصير الدنيا ظلام ويجيك واحد يقول لك لا يا اخي والله البطاريه بتموت اسرع لما احط الزر الاوتو يعني طب مين اهم البطاريه تموت اسرع ولا انت تموت اسرع؟ لا انا ما اربط الحزام عشان التوب لا يتعفط لا يتكرمش الحين انت تتكرمش بكبرك ولا السياره يعني في شويه منطقي هنا صارت قيمه الماده والانا اعلى من السلامه البشريه. ترى التقنيه دخلت الموضوع هذا كثير يعني في كثير من السيارات الموجوده عندنا هي نفسها برا السياره ما تشتغل الا تربط الحزام. ايوه واذا فكت الباب حطت على البيل واحده بالضبط. أي. غير كده في نقطه كده لفتتني خلال حديثك لما تتكلم عن تخطيط الشوارع ولما تتكلم عن اللوحات وفي نفس السيارات موجوده مثلا في اوروبا ولا في كوريا ولا في امريكا ولا فيها مثلا لين اسيست بينما في السعوديه ما هو موجود مع انه نفس السياره. السبب بناء على مواصفات الدوله. كنت حاضر كورس وكان في دكتور تكلم كلام لفت انتباهي مره. اول ما بداوا قاعد يقول احنا كمطورين يتكلم عن نفسه طبعا للسيارات ذاتيه القياده ونبغى نوصل فعليا لمستوى رابع وخامس وهو بدينا نفكر بطريقه مختلفه ما نبغى البنيه التحتيه تتطور عشان سياراتنا تمشي احنا راح نخليها تتعامل مع أسوأ بنيه تحتيه لدرجه انه في بعض الابحاث اللي قاعدين يسووها خلوا السياره تمشي في الصحراء ما في لا علامات ولا شوارع ولا اي شيء وتوصل للمقر اللي هم محددين له اياها وتتعامل مع الاجسام من حولها واو حجر تراب شجر بالضبط بالضبط. لكن هذا الشيء ايش راح يسوي؟ زيادة تكلفة بشكل مبالغ فيه. وهذا فاكر ما قلت لك قال لي من كاميرا الخمسه كاميرات فاكره كلمه بقول لك من رادار للليدار ايوه لا مو طبعا هذا طبعا رادار والليدار بالضبط انت يوصل بايلك حتبتدي تجمع طبقه فوق طبقه. شوف ترى انت تتكلم عن بعض انواع الليدار الموجوده في السيارات الان عسكري يا رجل ترى سعره 40000 45000 50000 ترى قبل 10 سنوات ما كان يستخدم الا في ناسا ايوه الحين صار موجود في الشوارع هنا في السيارات لانه فعليا بتصبح ذكيه الى 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 درجه غير طبيعيه. يعني السيارات فيها ذكاء بقول امثله بسيطه كذا من باب الحديث رينج روفر ولا وعلى فكره النظام هذا غالبا او قريبا حيطبق في المملكه العربيه السعوديه. انا كنت ماشي مره في المانيا فماشي ماسك طريقي فجاه على الشاشه طالع لي في سياره متعطله على بعد 3 كيلو جيت لقيتها فعلا في سياره متعطله وقد طلعوها من الطريق واو الى اخره. فالشاهد في بعض العواصم كنت لما اختار الموقع يطلع لي على الشاشة أنه سيارتك غير مصرح لها بدخول هذا المكان. السيارة اللي كانت معي ديزل هنا ممنوع تمر إلا سيارة هايبريد أو سيارة كهربائية ديزل بنزين ممنوع تخش هنا. رينج روفر إيش قاعدين يسوون مع الموضوع هذا؟ وصلوها لمرحلة أنك لما تختار الموقع اللي أنت رايح له تقول لك اسمع لازم تمشي بسرعة أكثر من 100 للمسافة الفلانية عشان أنا أشحن لك البطاريات عشان لما نقرب أقدر أوصلك للمكان واحنا شغالين على الكهرباء. شوف وين وصلوا ابو شكروب ما يعرف يصلحها هذه في الصناعيه ترى يعني جي بي اس شفت فيديوهات يمكن بعضهم يعتقد انها مبالغه بيقول لك مثلا نوع من السيارات الجير بوكس مرتبط بالجي بي اس ترى كلامهم صحيح هو يعرف انه في قدامك منعطف وانت حاط على وضع السبورت فعشان يحافظ لك على ثبات السياره يرجع لك اياها نمره لا جي اي اس كمان انه مو بس منعطف طلوع ولا نزول ولا فترى الآن فعليا أكبر سبب لارتفاع أسعار السيارات خليني أقول في المرحلة الجاية هو التقنية المبالغ فيها جدا اللي حتدخل فيها عشان يتغلبوا على موضوع البنية التحتية. ما متفق معك تماما وهذا مشكلة واحدة والشيء اللي جاي ولسه كانت أنت دوبك بتقول يا هادي تطلع من مشكلة السيمي كوندكترز أشباه موصلات لأنه لما كنت أتكلم أن الشركات بتخطط أحيانا بخططوا غلط أكثر موضوعين الشركات إلى الآن لسه في جدار سيارات الكهرباء
كم متى، لأنه بالغوا في موضوعها كثير خصوصا الأمريكان. والمشكلة الثانية كانت لما دخلنا في الكورونا فتوقع أنه تطول أكثر، شركات الألعاب استولت على الشرائح الإلكترونية، جاءت شركات استولت الموضوع خلص بسرعة، يلا نبغى ما في عم جماعة تانين، شال الجمل بما حمل، شال الشيلة كاملة. فعشان كده يعني في شركات يعني زي شركة فورد لما انقلب القطار اللي شال لما شحنة طويلة عريضة من السيارات، طبعا شركة التأمين الله يعينها، فهمت كيف؟ لكن هم انبسطوا الشركة، قال لك احنا حناخذ كل الموصلات دي نحطها في سيارات ثانية، احنا مصنعين السيارات بس حناخذ الموصلات هذه السيمي كوندكترز نحطها في دماغ السيارة الثانية عشان تشتغل، تصير خلاص تصحى تتنفس وتعرف مخها يشتغل وتتحرك ونعرف نبيع. فنحن الحين كل ما بنتكلم على مرحلة مفصلية ايام سيارات ام هندل، طبعا ما حد كان فاكرها، كنا نشوفها في افلام الابيض والاسود، والمرحلة اللي جاية في السيارات حتكون تخلي السيارات الموجودة حاليا ابو هندل فعلا. طيب عندكم اي افكار اضافيه لبودكاست قادم؟ اي مشاكل اضافيه؟ جد سوالف اذا بتطلع اذا بنطلع بودكاست ثاني خليه بيني وبينك. انت تقعد تتفرج هو اللي يتكلم. انا مستمع جيد، انا مستمع جيد ما شاء الله. اذني كبرت مننا، انا اول ما كنت اتكلم اذني كبرت. انا بسالك اللي عدى منك ماشي 260 هو ايش كانت السياره؟ لا انا ترى وقعوني تعهد يوم استلمت السياره بالمناسبه، لما استلمنا السياره في الكونتراكت انه ما اتجاوز سرعه 240، قول لي ليش؟ علشان الاول سيزن تاير، الكفرات اللي راكبه على السياره اول سيزن، ما هي ما هي ما هي بعد 240 ما لنا علاقه فيه، ما هي زي ار سبيد ريتنج حقه. انا اتصور انه هدى لانه هو شاف انه ما في احد في السياره راكب. حلوه جميله بس ممكن بس اكثر من واحد والله ابو معتصم حاطط مخدك لازم منها. شوف ترى لازم والله الواحد يا اخي ايش نسوي، ربنا خلقه قصير. لما كنت ادرس من زمان فكنت على بالي انوار هنا، اتضح انه النور عباره عن شتيمه، لما ترفع واحد نور عالي واضح انت بتشتمه انه انت ما تعرف سوق انك انت غشيم. فمن الادب وانه هو جاي من بعيد بس اديني غماز يسار خلاص انا افهم انه راجل او الراجل او السيد بتسوق بمحطه سريع بس ترى برضو عشان ما نخليهم هم ملائكيين في القياده يعني كذا، ترى يتسابقوا على الطريق. شفتهم اكثر من مره وكذا مره يمر من جنبك واحد يهدي شويه كذا ويرجع يدوس اللي يقول لك ايه معظمهم روس ما اعرف والله. لكن شوف هو ما يعني احنا ما بقولنا ملائكين، لا احنا بنتكلم على جزئيه بسيطه في لكل قاعده لها شواذ، بس قديش كبرى القاعده وقديش كبرى الشواذ هنا المشكله. انا لما تيجي لدرجه انه يصير عندك، وطبعا انا ما بدي اعمم على الكل، انا بتكلم في شيء بسيطه جدا في الثقافه اللي احنا حابين نوصل لها وبنوصل لها خطوه خطوه، اللي هي احترام او الاتيكيت حق اداب الغير. اما انا امسك سلام ربع ساعة وشيء، أنا أحيانا تصدق معي نادرة مرة في المليون أكون داخل خط ولاقي خط لقي قدامي صبة خط أنا تخطوطه ماشي، أروح يمين عشان أخذ خط الخدمة أمس أو رأس لقيت حطين الحفريات وصبة، جيت أعطرت لدى للسيارة الراجل مع زوجته بالسيارة عشرت له تسمح لي أدخل تفضل إذا قبل تاني ما في تسمح لي ولا حتى إشارة، هو داخل كاسر عليك يعني كاسر يعني الله لا يعوق، هو كاسر حاصل الموضوع. ففي بعض التعاملات البسيطة السهلة جدا اللي تريح أعصابك وأعصاب الكل، عشان وإحنا ملاحظين داخلين في الرود ريج، في حاجة مشهورة جدا في أمريكا اللي غضب الطرق، لاقي واحد صادم واحد قالب واحد اتنحروا الاثنين واتعاندوا الاثنين ألين واحد فيهم اتقلب ولا اتكسرت السيارة شيء زي كده، ظاهرة عالمية كلنا بشر، بس النسبة والتناسب لا أكثر ولا أقل. في النهاية أقول قولي هذا مستغرب لازم يقول الله يعني بصراحة سعيد جدا بجمع معكم شباب بصراحة. الله يكرمك يا رب. ما صدق قدي يعني أسعدتم يومي. الله يكرمك. أبغى أسألك سؤال. الحين يمكن أنت من واحد من الإعلاميين القلائل اللي في البدايات كان ميال خليني أقول أو بمعنى أصح بيتكلم عن السيارات الصينية كثير. وين تتوقع السيارات الصينية بعد 10 سنوات؟ والله لسه قبل ما يختم بدي أقول له ليش بتسوق صيني؟ أنا شايف سيارته عند الباب ترى. شوف برضو بقول لك برضو طبعا أنا يطلع علي أنه بعد لقاء 8 أنه أنا أنتي صيني. مع أنه ما عندي إشكالية بعض الأحيان كذا بعض التعليقات القليلة
من الجمهور بيقول لي انت قاعد تصورنا سيارات صينيه وبعدين راكب مرسيدس، ترى مرسيدس حقتي ب 30,000 2010 ولو معي قيمه سياره جديده اشتريت والله يبارك لنا ولكم. برضو برضو الاحتياج ديسكاونت في الصين اسمع كذا انت اقنعتني تمام. فبرضو هي فكره احتياج، هي فكره احتياج يعني انه انا ايش احتاجه. فنبغى نسمع ابو احمد، ترى انا باخذ دور ال معك خمس دقائق. طيب حاضر اي مو لا 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 مختصر يلا جو هيد. ربنا كرمني نور لي بصري وبصيرتي في جزئيه لما تكلمت معك انه نشرات في سيارات، تعديل سيارات، بنوك تمويل سيارات، تجسيد سيارات، جمعيه حمايه المستهلك، فتعرف اخذت السايكل كامله، اتعاملت مع مصانع، بويات، سام كراشير، طلبات، سهوله. السيارة عبارة زي طبعا فيها عاطفة، احنا كعرب عندنا حكاية الفروسية وانه دائما في نوع في ارتباط عاطفي مع الخيل حقك او الجمل حقك، فهذا الجمل او الخيل المعاصر. الان انا في عاطفة مع الولاد حقي دايش ما يقولوا علي، يقولوا والله يا جماعة الخير انا احبه ويحبني والحمد لله كافي على فم ساكت شايب موديني. اذا لفيت دركسون ما يمسك بريك؟ لا انت انقلب على طول. لا لحظة لحظة انا ابغاك تكمل بس لانه في كم سؤال كذا براسي. فبمسك بخطوط ما احلى طبعا اتخانق مع ناس احيانا في موضوع ايش نفسيا بتخانق، انا اقول كذا اكون ماشي في خط سريع والمثبت السرعه شغال والرادار شغال وتلاقي واحد على بعد كذا تدي له نور يا اخي انت ما قربت يا سيدي الرادار ما هو راضي يقرب من كثر ما انت سادد نفسي ونفس الرادار، ابعد شوي عن الطريقه عشان نعرف نقرب. طيب الان ليش صيني؟ ناخذها تاريخيا، ايام زمان ما كان في غير الاوروبي والأمريكي، وكان أمريكي على قول أهل مكة سيارات جخ وسيارات كشخة وسيارات حلوة. الزمن تغير وجاك الياباني، ياباني تنك والمكسر وشوف لو حطيت يدك على الكبوت تعفط ويتكسر، والليكزس كانت أيامها للس 400 جراند منفخ، شعبنا تعرف لذيذ الله يسعده كده دائما يحب يعني تحسوا الموضوع أخذينا بعاطفة بقلبهم يعني أي شيء كده في ولاء عالي جدا للقديم، فهمت كيف؟ فوشخمطوا الياباني، الياباني دخل واكتسح وعندهم تقنيات، الياباني غالي تقنيته غالية وما يتعطل يعني أحد يقول لي جودة أقول له لا ما هي جودة، الجودة في السلامة، هذه يسموها ترابل فري، مشاكل أقل، جودة اللي هي تقنية عدم التعطل، فهمت علي كيف؟ لا تعني جودة، الجودة حاجة ثانية. دخل الكوري، كوري بوري وقام حرب وزعل وناس قاطعوا يا جماعة الخير ترى والله منتجات كلها طيب يعني زي وزي الساعة زي جزمة أكرمك الله زي التوب منتج يخدمك مش أنت اللي تخدمه، يشيلك مش أنت اللي تشيله. الآن دخل الصيني وبعض الصيني حيدخل الهندي وحيدخل الروسي كمان طيب، فعشان نكون واضحين ولسه عندك كمان إن شاء الله بنتكلم على سير وبنتكلم على لوسيد، ولوسيد أنا أتمنى لهم كمان ننزل سيارات رخيصة عشان يقدروا ياخذوا حصة سوقية أكبر في السوق لأن وضعهم حاشرين نفسهم في طبقة اللي هي النيش اللي هي السيارات الفخمة. ف إذا ما كان في ضرائب وصار عندك ضرائب وفي عندك تضخم عالمي وفي نسبة الفائدة مرتفعة وفي عندك قلنا التقنيات بتزيد في السيارات والتكاليف بتزيد، فأنت عندك حل من اثنين، يا إما راتبك زاد ودخلك زاد وتحسن والحمد لله الخير وأهله عمي بر نفسك ودلع نفسك واركب لك أفخم سيارة طيب مين يكره؟ لا والله حسن راتبي زي ما هو بس الكهرباء ارتفعت، البنزين ارتفع، الديزل ارتفع، المويه ارتفعت، الضرائب في كل شيء في كل شيء ارتفع، فإحنا عايشين في واقع في احلام، في ناس عايشه في الاحلام مستعد يقضيها هو طول عمره مديون لشركات التمويل الله يسهل له ويهدي، وفي واحد زي حكايتي انا يمكن مجنون انا ترى بحجر لك بحجر لك انا يلا زي هسه انا قلبي ما هي رخيصه السيارات الصينيه ممتاز جاي في الكلام جاي في الكلام طبق البيضه ب 7 ريال صار 22 ريال وين شيء رخيص هذا واحد اثنين نيجي نحسبها فاليو فور ماني يعني انا باخذ سياره فيها 5 نجوم اختبارات صوت او 4 نجوم في اوروبي وفي صيني في استرالي لكن مقارنة فاليو فور ماني مقارنة بالمنافسين ما زالت ارخص منهم ومواصفات اكثر منهم يا اخي فيها شغلات تطفيش زي انا اقول لك ايش شوف بس خليني انا جربت اكثر من سياره صينيه عجبك نقطه هل الصيني احسن سياره في السوق لا طبعا انه ابعد من احسن سياره شوف لكنه بيقدم حاجه معينه شوف انا في شغلات انا بقولها عن السيارات الصينيه ترى لازم تحجر له بقى تقعد تتفرج كذا ما يصير اسمعكم انتوا الاثنين واقول حاضر لا لا لازم المهم شوف في شغلات انا اشوف الصينيين لو بس يجوا اسبوعين يجربوا السيارات هنا وياخذوا فيها لفه حتختلف نظريتهم يعني خذ مثال نظام الثبات صار الزامي في كل السيارات اللي بتدخل المملكه العربيه السعوديه انتهينا مواصفه قياسيه فاهمينه غلط انا ماني مشغل لا مثبت سرعه ولا مسوي اي شيء اخذ منعطف تمسك بريك السياره ركز ماني مشغل مثبت سرعه غريب ايش السالفه تعال اوريك
انا عندي سيارتين. تمشي سيده انت ما تجي تجرب عندنا مبهى. انا خذ مثال ثاني. انا واحد 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 من جيراني وطالع تعوف ورمل وبارد. ايوه يعني انت اللي معاك ماشي الحال، لكن يعني مره ثانيه اسنان ترى اسنان مش ما هي ابوي. انا جربت السيارات هذه واقولها على قناتي في اليوتيوب، اقول والله يوم الف الدركسون تمسك بريك الحاله. خايف عليك عارف ليه؟ المرايه ما عارف صدق كرسي جوا. المهم فانا الـ يعني واحد من جيراننا بالمسجد يقول لي ابو معتصم يا اخي سيارتي فيها مشكله. ايش في؟ يقول انا ماشي مثبت سرعه، اذا جات لفه يفصل مثبت سرعه. حد مشغل المثبت ترى بي ام دبليو او سيارات كثير. لا لا انا بيهدوا بدون رادار. ما ايه انا اقول لك بدون مثبت. ما عمره داعس بنزين. انا مرت علي جوابهم. جواب الشركه كان انه سارة هي كده. طب خذ مثال ثاني. فولفو دخل الدوار في جدة هنا وقدامي سارة لونها فضي لامع ما شافتها. لا مع انعكاس الشمس عليها ضربت رامل في وسط الدوار. فولفو اكس 60 لونها احمر. الفولفو ضربت ولا انت؟ السيارة ضربت فرامل اللي ورايا مسكين حنلبس فيها، لان السيارة شافت انعكاس النور على البوية فول بريك بالفول بريك بوست وكله. يعني يا راجل لما انا ربط الحزام حسيت انه كتفي عمل كده. خذ معي واحدة ثانية وصارت حتى موجودة في بعض السيارات اليابانية في بعض طرقنا في المملكة، زي المسافة ما بين الرياض وجدة، الرياض والدمام، السرعة القصوى المسموح فيها 140. أنا طلعت في سيارة صينية من جدة من الدمام إلى الرياض، اضطريت أثبت على 130. لما أثبت 140 هي آخرها 140، القالي نزلة وصلت 141 السيارة فصل المثبت. رجعنا نثبت تقول لك لا نزل السرعة، تجي تثبت لي على 135. المثبت ما يمشي أكثر من 140. ما يمشي أكثر من 136 ما في، ينط خمسات 15 حتى. أني قلت يلا بثبته 137 138 وأسيب له فرصة. تمام تجي على الترجمة يعني. فأنا عشان أحجر له، هي زي ما قال لك، أنا في نظري أنا ماني من غواة الصيني، لكن أنا أتوقع أنه قريباً الصيني حيكون بمثابة أي سيارة ثانية. أنت في النهاية عندك تكنولوجيا ما هي مخفية على أحد. صحيح. موجودة، محركات، جيرات، إلكترونيات، يمكن هم سباقين في الإلكترونيات الآن، لكن كل الأشياء دي في النهاية حيوصلوا وحتجيك. يعني زي أنت الآن، أنت لما تشتري تسلا يعني في أمريكا، تشتري تسلا تلاقي فروقات ما بين الكبود والرفرف، تلاقي الاسطب ما هو راكب تمام، تدخل جوا الناس بتشتكي منها، لأنه ما عندهم خبرة فورد عمرها 100 سنة ولا تويوتا ولا كذا، بحيث أنه كل شغلة كيف أخلص فيها خلاص أوريدي عندي. هو الآن بيتعلم وبيأخذ معلومات من الناس آخرين وبيتعلم فيها، فهو يعني منحنى. أنا في تصوري سنة 2-10-2 اللي هو حيوصلوا لي مصاف شيء قريب. هذا المصاف، هذا الارتفاع، الاقتصاد الصيني بيقوى، ما هو زي قبل 15 ولا 20 سنة. السعر ايش هو؟ اليوان. اليوان حقهم هذا صيني صاير. اليوان حقهم حيرتفع، فالسيارة اللي انت بتاخدها الآن ب100 وبتاخد شيء مقابل لها، خلينا نقول في الياباني قيمته 150، بعد يمكن 5-10 سنين لما يبدأوا يتقاربوا حيصير سعره. أنت الآن الكوري، كثير من السيارات الكورية قربت من الياباني. صحيح. بعضها تخلص. طب اسمح لي أجيبك هي بطريقة ثانية كمان، بطريقة جدا سهلة. لمبة LED، تقنية LED غالية. استبينا؟ طيب. روح LED في ألماني حتدفع فوق 30,000 ريال. في كوري تتكلم على 23,000 ريال 20,000 ريال. في ياباني تتكلم على 18,000 ريال. LED في صيني 3,000 ريال. الآن. ايش السبب؟ هم ايش بيسوي؟ هو عندهم تكلفة اليد العاملة والفوليوم. بس اليد العاملة ابو احمد ما عادت فيه، ما عاد يعني 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 زمان كان في اتجاه غربي سواء من اوروبا ومن امريكا، انه انا يا ابني في 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 المكسيك او ابني في الصين. صح. لانه كان المينيمم ويج في امريكا مثلا سي 10 دولار، في الصين يكلف 10 سنت لانه فكان. وبالنسبه لاي مصنع انت بتتكلم على 50% او 60% هذا الافرج اللي هو القوى العامله قديش من راس المال التشغيلي، يعني تكلفه الرواتب. فلما انا اخفض رواتبي بهذا الشكل الاجور،
فأنا بخفف من سلعتي فأستطيع أبيعها بشكل أفضل. لذلك التنافس راح. اللي خسروه أنه لما راحوا للصين، الصين شرطت عليهم أنه أنا أي شيء أأخذ التكنولوجيا تبعكم. فالآن هم دخلوا في التصنيع، بس ما عاد الرواتب قليلة في الصين، ارتفعت بشكل كبير. صحيح، بس هم ما زالوا جزئية اقتصادية عندهم. إيش بيسووا؟ هو بيخفض الآر إم بي حقهم بالعينية، يبغى العملات الصعبة اللي تدخل السوق كلها جوا، ولو رفعها للمفروض تترفع. ليش أمريكا حاطة عليها عقوبات؟ أمريكا حاطة عليها عقوبات طويلة عريضة في موضوع زي عينات سياسية. وجزء من الصناعات اللي في الصين لي موضوع الغلاء اللي حضرتك بتكلم عنه انتقلت لدولتين، فيتنام والهند. فعندك القادمين الجداد الاثنين كمان على الساحة على الخريطة غير روسيا، واحد لقيهم في السيارات الهند وفيتنام. ليه؟ لأنه الصناعة سارت بتتحرك. الصناعة كده زي ما أقول رأس المال العامل تاء الجبان، ورأس المال الجبان بيهرب أي مكان في مخاطر، بيهرب بروح لمكان تاني. فالتقنية الآن اللي مسيطرين فيها الصين، الفوليوم حقهم كبير جدا، ومخفضين سعر عملتهم. وبأمانة في جزئية كده، وعندنا المواد الخام الحين مع الحرب اللي بين أمريكا وروسيا عن طريق أوكرانيا، روسيا حطت يد على ماكينة النووية، والمواد اللي فيها معينة في الغاز حق ال LED والشرايح تحت يد روسيا. مين حليف روسيا الأكبر؟ الصين. ومين هياخذ بسعر حلو؟ ألمانيا ركبت العناد ولا، وأمريكا وهذا في النهاية ورجعوا بقى. ما حنبيع غاز، حنرجع طيب حنبيع غاز، يلا خلاص احنا غلطانين. الآن بيقفلوا حرب حقت أوكرانيا بالطور بالعرض، يقفلوها بتتقفل في آخرها، وهيرجع يدار ما دخلت شر، وأمريكا بتقنع شو اسمه زيلينسكي. صرنا الساعة 6 الحين، دخلنا سيارات، خلصنا سياسة يا جماعة. لأن كلها مرتبطة ببعض، لأن كثير من قوانين السيارات دخلت مرتبطة بقرارات اقتصادات اقتصادية وسياسية. ختاما شكرا لكم يا شباب، وإن شاء الله في بودكاستات ثانية، وإن شاء الله بصراحة بحر من المستمعين والمتحدثين. الله يعطيكم العافية. أنا ترى لازم آخذ، ترى هذه ممنوع قصة. قصة بعد أسولف معك مرة ثانية. لا هذا صدقا لعله جزء من نقلي المعرفة للناس، أو دائما كلمة أقولها، قد ما تساعد الناس حيجي من يساعدك. والله إني تعرفت على هذا الرجل وعلى هذا الرجل. هي كلمك أبو أحمد، أرسلته على تويتر. أبو أحمد عندي قناة في اليوتيوب إذا ممكن تشوفها. قال لي جاي جدة، قابلني نصور مع بعض. وأبو معتصم كذلك. هذان مبتدأ الرجلين. الله يكرمك يا سيدي، لهم فضل كبير علي، الفضل لرب العالمين. أولا تعلمت منكم الكثير وسوف أظل، فكل الشكر لكم ولكل أحد تعلمنا منه. يعني ترى مو بس أنتوا لحالكم، ترى والله تعلمت من ناس كثير، يعني بس بحكم أنكم موجودين. بأدور على ناس بتعطي علم نافع، علم مفيد، إذا عندي مشكلة أساعده فيها تقنية وغيره، وإذا محتاج الإشهار والإصغار حساعده فيها. عشان ما نضد أحد ولا شيء، بس أنا شايف إن عندنا اتجاه كثير لعملية مثلا كورة فن حاجات هنا كثير، لكن العلوم النافعة المفيدة في محتاجين شوية لسه. يعني عملية إنعاش قلبي ورئوي الله يعطيكم العافية كذا. وأعتقد إن شاء الله أنا بصراحة يعني والله كسبت أخوان. الله يعطيكم العافية، كل الشكر لكم والجمهور. للجلسة الحلوة هذه وجلستكم صراحة على دمال، وإن شاء الله جاية الثانية كثير بإذن الله. بإذن الله. جزاكم الله خير.